بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيد خالص بالميتنج معاك، احنا بقالنا كتير بنعمل preparation لتنسيق الوقت ده، والحمد لله وصلنا للنهاية فاينالي وبدأنا نعمل الميتنج الحمد لله. ومتشوق جدا للكلام اللي هيتقال في الميتنج. في ناس كتيرة منتظرة الميتنج ده على عكس أغلب الميتنجز التانية، معرفش ليه يعني، بس هو ممكن ساعات النقاش يدور ما بيني وما بين شخص، فأقول له مثلا جزئية معينة أنا مهتم بيها، فيقول لي مثلا محمد عبد الفتاح شرحها بشكل كويس أو شوف الفيديو ده أو هكذا يعني. فلما أقول لهم مثلا بفكر إن أنا أعمل ميتنج معاك، فبيكونوا متشوقين جدا للميتنج ده، بحيث إن هم عايزين يعرفوا أكتر. ربنا يكرمك. ففي الإطار بتاع الميتنج النهاردة، أو يعني أنا بالنسبة لي، أنا عايز أعرف زي ما قلت لك التفاصيل الشخصية أكتر بيهايند يعني ما بحبش أسميها النجاح، لأن المصطلح ده عندي شوية ما تحفظات عليه، تستخدمش مستخدم ولكن على أقصد خالص. بالظبط، أنا أقصد الستيب الحالية، البوزيشن الحالي. قبلها تفاصيل كتيرة، وفي ناس كتيرة خالص من مصر يعني بيريليت بنفس التفاصيل بتاعتك، بنفس السيناريو بتاعك، فلربما يكون الكلام فيه شوية موتيفيشن ليهم. وبس يعني ده كده باختصار شديد البلان بيهايند الموضوع. وانا برضو عندي شويه اسئله شخصيه، بس هنخليها كده في وسط ماشي. السياق ذات نفسه ان شاء الله. طيب يعني ممكن تبدا كده اوكي، تعرفنا انا بس. هبدأ اعرفك بنفسي كاني اول مره نتكلم وكاننا مش عارفين بعض خالص. مراحل اللي مرينا بيها لحد النهارده، وانا بعمل ايه النهارده. انا كنت درست في كليه الزراعه جامعه عين شمس. بدأت في 2017 2018، قبلها في ثانويه عامه. تقديري ما كانش عالي خالص يعني. دخلت كلية الزراعة، كان عيني على بايوتكنولوجي، ولكن بايوتكنولوجي في كلية الزراعة في شكلين من البايوتكنولوجي. الشكل الأول إنك تخش برنامج برايفت بايوتكنولوجي، بتدرس باللغة الإنجليزية، بتدفع تقريبا 10,000 في السنة ساعتها، يعني دلوقتي ممكن تكون زادوا. والقسم التاني إن أنت لازم تخش تدرس كل المواد وتجيب تقدير عشان تخش شعبة البايوتكنولوجي دي أو برنامج البايوتكنولوجي. فأنا دخلت الكلية على أساس إن أنا مش هقدر أدفع الفلوس بتاعة الإنجليزي، فلوس كتير إمكانياتي ما تسمحش، ولكن قلت أخش العربي. هندرس باللغة العربية ماشي، ما عنديش مشكلة، بس لازم تجيب تقدير عشان تخش القسم. الحمد لله جبت تقدير ساعتها، مش فاكر كان طالبين جيد جدا عشان ده التنسيق بتاع القسم يعني، أو حاجة زي كده، وجبت التقدير ده ودخلت القسم. إحنا عندنا القسم كان ثلاث حاجات، جواه الجيناتكس، الكيمستري او البايوكيمستري، والمايكروبيولوجي. انا كنت انترستد بالجيناتكس، فكنت مهتم قوي ان انا يعني افهم ازاي الجيناتكس على الموليكولار ليفل. فانا ما كنتش بحب المواد اللي هي بتاعت مندل مثلا، اشرح لي المندل، ما انا ماشي في الكلام ده، كلمني عن الجيناتكس، حلو شكلها حلو تحت الميكروسكوب، بس انا مش بحبها. انا كنت مهتم بالمولكيولار ليفل، اللي هو ايه اللي بيحصل جوه النيوكليوس. فكنت بدات اقرا في كتاب كان اسمه كونسبت اوف جيناتكس، كان هو بيشرح الحاجات دي بيرفكتلي ريكومندد. ومن كتر ما انا بحب الكتاب ده بدات اشرحه عندي على القناه، يعني عندي حوالي 4 فصول شارحهم عندي على القناه من الكتاب ده. خلصت الجامعه، يعني في حاجه كتير قوي انا سقطتها، بس خلصت الجامعه. وبدأت إن أنا أدور على فرصة. أنا ما كنتش ناوي أقعد في مصر من وأنا في سنة أولى في الكلية. أنا زي يعني ما بقول، أنا رحت عملت الباسبور بتاعي من وأنا في سنة أولى كلية، وهو مكتوب كده يعني 2017 2018 الباسبور بتاعي طالع. لأن أنا I was planning، أنا كنت مخطط إن أنا هسافر أول ما أتخرج، أو لو أقدر أشوف فرصة internship قبل ما أتخرج. فخلصت بدأت أدور على فرص. أول فرصة أخذتها كانت internship في معهد اسمه هيلم هولتز في ألمانيا في ميونيخ، كانت ريموت internship في أحد المعامل هناك. وبدأت اتعلمت حاجات كتير قوي في الانترنشيب دي. أولا انبسطت قوي إن الناس قبلتني، ده كان عايز أقول لهم شكرا 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 يعني إن أنتوا تقبلوني. و يعني اتجرأت على العلم، جرأت على كل حاجة، حسيت إن أنا
اقدر اتكلم في العلم، انا مش وحش، ادائي مش وحش، انا ممكن اروح اوروبا، ما عنديش مشكله، مش حاسس ان المستوى بتاعي ضعيف قوي. بدأت اتكلم بالانجليزي، الانجليزي بتاعي ما كانش، عمري اصلا كنت اتكلمت الانجليزي مع حد بره مصر قبلها، فده جرأني شويه، خلاني اعرف اعبر عن نفسي اكتر بلغه العلم. ولكن انترنشيب ما كانتش هي النهايه، لانه انترنشيب اتس جاست انترنشيب، لان انا ما كانش عندي اي فرص تانية في الوقت ساعتها، وبالتالي كان لازم ادور على فرصه يا اما تبقى ماجستير يا اما تبقى دكتوراه يا اما تبقى شغل. فقدمت في كل الفرص المتاحه لحد ما كان في فرصه شغل عندنا في المركز اللي انا موجود فيه حاليا. دخلت للبي اي، كلمته، قدمت على البوزيشن، عملت معاه ميتنج، اتقبلت. فين؟ في اسبانيا، في برشلونه، في مركز اسمه سي ار جي سيناك، واحد من المراكز يعني المعروفه دوليا، و هي من المراكز اللي انا بشوف انها كويسه. دي وجهه نظري فيها، مش هديك بقى اثباتات على ده، انا وجهه نظري فيها انها كويس. اوكي. بعد كده انا ما كانش ينفع ان انت طالب متخرج وتفضل شغال على طول. انا شغلي هنا بايوانفورميشن ريسيرش اسيستنت كومبيتيشن بيولوجيست، شوف المصطلح انت عايز تستخدمه استخدمه، بس لازم تكمل الكارير بتاعك. الكارير بتاعك ان هو ماجستير او دكتوراه، ده بالنسبه لي انا. فانا كان ديورينج الشغل باني بشتغل فول تايم، فكان لازم ادور على الماجستير او فرصه ماجستير، فبدات اقدم على ماجستير هنا في اسبانيا. اتقبلت في ماجستير في جامعة اسمها يو بي اف، جامعة كويسة برضو، ده رأيي فيها، مش مهم تصنيفها ايه، هي تصنيفها الاولى او التانية على اسبانيا، بس اي دونت كير، بس هي جامعة كويسة بالنسبة لي بعيدا عن تصنيفها والمسميات وكل الحاجات الجميلة دي. وحاليا انا موجود بعمل الماستر سيسز بتاعي في معمل في مركز اسمه الاير بي، فانا افلييتد لمكان اسمه الاير بي جنبنا هنا، ده احسن مركز بحثي للعلوم الطبية في برشلونة، احسن من المركز اللي انا فيه، انا مش هطبل يعني. والمركز البحث اللي انا فيه موجود حاليا بشتغل از بايوانفورماتيشن، وموجود في الجامعه بدرس الماجستير بتاعي، باخد الكورسات بتاعتي جامعه يو بي اف. بس لا، ده مش بس خالص، ده في تفاصيل كتير انا محتاجين نسال عنها. خلينا نرجع كده، مثلا ده برضو من ضمن الاودينس اللي ممكن موجودين عندي على القناه، أسألك سؤال، هل كنت يعني بعد ما جبت التقدير بتاع الثانوية العامة ودخلت كلية زراعة، كان الرياكشن بتاع الفاميلي والكوميونتي بالنسبة لك إيه؟ I don't care، أنا آسف، أنا ما كنتش مهتم بالرياكشن، بس الرياكشن ما كانش كويس، بس أنا ما كنتش حاطط ده في حساباتي خالص. أنت بتقول إنك كنت عايز تبقى باي تكنولوجي، إيه اللي عرفك برضه بالتفاصيل باي تكنولوجي كحد آخر؟ دي مهمة جدا، فصل في الثانوية العامة في الأحياء عن الدين ايه؟ في فصلين، فصل عن الدين ايه وفصل عن الار ان ايه، هم دول اخر حاجه كده في الاخر دول كده خالص، في الاخر حاجه، دول مربط الفرس بالنسبه لي في البايوتكنولوجي. فلما قرات انت بتدور بقى عايز حاجه ريليتد بده، كان لان الفصل ده انا عملت فيه حركه غبيه جدا، الفصل ده كان من اصعب الفصول، يمكن كان اصعب من فصل التكاثر. فانا قلت انا هقعد في البيت، مش هروح للمدرسين، هقعد اذاكر لوحدي. يلا بقى. هنا لما انت بقى بتاخد الحاجه من نفسك، تقعد بقى على اليوتيوب وروح بتسمع عنها كتير، فممكن تشدك. فده كان اللي حصل معايا، وانا كنت مهتم قوي بالحاجات دي، لان انا من وانا صغري انا بتفرج على قناه ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي، واخد بالك؟ فانا كان نفسي بقى ايه الناس اللي بيبقوا في المعمل دول ويقعدوا يتكلموا عن الجينات وعن، انا كان فاهم، كان حلمي ابقى حاجه من الحاجات دي، بس كنتش عارف مين يعني، من وانا صغير بقى ما كنتش عارف الكليات، وكنتش في دماغي ثانويه عامه، كنت صغير قوي، فكنتش عارف انهي كليه اللي بتدخل بتطلع الناس دي يتكلموا اصلا في ناشونال جيوغرافيك بالظبط، فما كنتش فاهم ده، كان غالبا معظمهم اجانب، فانا بعيد خالص عننا، فانا ما اعرفش حاجه اصلا. فكان فصل الدين هل ايه؟ هل استفدت من سنينك في الكليه؟ طبعا، واللي يقول غير كده هزعله. هنهزر يا جماعه، بجد والله الموضوع ده مهم جدا، هنهزر؟ الكليه مش مهمه، وانزل شوف سوق العمل، واللي مش هتعلمه في الكليه مش هتعلمه. يا جماعه مش هنهزر، انتوا بتتكلموا عن انهي علم ده؟ الكلام ده في الماركتنج، انزل الماركتنج، انزل الشارع، الكلام ده في حقوق، انزل الشارع، مع ان اللي هتتعلمه في حقوق في الكليه برضه مهم، وات ايفر، مش تخصصي، مش هتكلم فيه، بس
لو انت مش مدرك اهميه الكورسات النظريه بتاعت الكليه، عارف مشكله الطلبه في مصر ايه في الكليات العلميه؟ يقول لك احنا ما بنشتغلش عمل، ما بنخشش المعمل. يا عم ما تخشش المعمل، يا عم سيبك من المعمل خالص، ركز في المحتوى النظري اللي بتاخده في الكليه بتاعتك. ده كنز. ليه كنز؟ انا لا هقول لك ليه كنز قبل ما، لا عشان هما ماشي ممكن يكون انا غلط. ليه كنز؟ انا متعارض معاك في الموضوع ده مبدئيا عشان نخش. مش مشكله، مش مشكله، بس ليه كنز؟ انا بالنسبه لي دي تجربتي، انا بالنسبه لي ليه كنز لانه الكليه بتجبرك تتعلم حاجات انت ممكن تكون ما بتحبهاش، which is مفيده. بمعنى انا قلت لك ايه، خلي بالك قلت لك انا مهتم بالحاجات اللي بتحصل جوه النيوكليس، فالمواد اللي انا كنت مهتم بيها زي مواد المونيكولار جيناتكس، جينيتك انجينيرنج مثلا، بس الكليه اجبرتني ان انا ادرس مواد هي مفيده ليا لحد دلوقتي زي مثلا سيتوجينيتكس. انا ما بحبش سيتوجينيتكس، بس الكليه لا انت لازم عشان تعدي من الكليه لازم تمتحن في سيتوجينيتكس وتنجح، فالكليه انت مجبر تدرسها عشان تفهم السيستم بتاع الخليه. الكليه اجبرتني ادرس بوبوليشن جينيتكس، انا عمري ما كنت هقرب لكتاب ولا اقرا ولا اخد كورس بوبوليشن جينيتكس لو الدنيا كانت تربيت على الارض. في انترست بتاعي بوبوليشن جينيتكس ده اخر حاجه ممكن اكون انترست بيها، ومواد كتير قوي. البايوكيمستري، يعني انت عايز تفهمني انت ما استفدتش من كورس بايوكيمستري في الكليه؟ يعني بجد ماشي، بس هو انت مثلا عشان الكورسات اللي انت كنت بتاخدها ريليتد بالموضوع سامهاوي، يعني كل المواد اللي انت بتقولها دلوقتي كلهم لا في مواد مش ريليتد، بس انا مش هسيب الحاجات اللي ريليتد واقول اصلا ما بيدوني ماده زراعه عضويه. ما انا عندي في الكل في الكل في ال... كان عندي ماده زراعه عضويه، بالنسبه لي الماده دي ما... كانت زي بوب ساينس عادي. طيب. بس انا مش هسيب الحاجات التانية كلها عشان انا متضايق من مادتين ثلاثة بتحطوا في كل ترم. Does it make sense؟ هي نسبة وتناسب، يعني اقصد انت كام مادة عندك مثلا كنت حاببها في الترم مقابل كام مادة ما كنتش مثلا شايف؟ اتليست 4 اجانست 2. ده بالنسبة لك في الكيس بتاعت البايوتكنولوجي ديجري. خلاص، انا مثلا في الكيس بتاعتي في الساينس فكره ان هو مثلا انت ممكن تاخد ماث، ممكن تاخد فيزيكس، تفاصيل كتير في الفيزيكس، ممكن بقى حد يشوف الكلام ده من بره يقول ازاي الماث مثلا مش مهمه او ازاي الحاجات دي مش مهمه. انا مش ضد ان الحاجات دي مهمه جدا، ومش ضد ان البيزك ساينس مهم جدا، ومش ضد ان الثيوريتيكال ساينس مهم جدا، بس مش ده اللي بيتدرس في الجامعه. يعني هو ثيوريتيكال ساينس فعلا، بس انت ما بتاخدوش على اساس ان هو ثيوريتيكال ساينس. وجهة نظر، يعني بص اقول لك على حاجه، معظم البرامج اللي في مصر كوبي بيست من بره، فانت احنا مش مختارين جديد، الناس بره بتدرس ده، وانا هنا بره بقول لك بندرس مواد. انا عندي ماده في الماجستير بتاعي عشان بس تفهم ان الكلام ده جلوبال، اصلا عندي ماده في الماجستير بتاعي اسمها بابليك انجيجمنت. ايه الماده دي؟ ايه التاسك اللي عليا في الماده دي؟ بابليك انجيجمنت، بابليك يعني الناس اللي في الشارع، engagement يعني يبقى لينا more or less ترابط بيهم. فالمادة دي عليها ثلاث وحدات زي كل المواد، زي ما أنا عندي مادة اسمها statistics وعندي مادة اسمها public engagement، التلاتة نفس الـ equal. ها statistics which is very important ليا as a biologist as a biomathematician perfect. public engagement هدفها ان انت تروح تعمل مشروع related للpublic. المشروع بتاعنا عبارة عن ايه بقى؟ ده اللي هينجحنا ويدينا. المشروع بتاعنا عبارة عن هننزل الشارع نتكلم مع الناس في الساينس. ايه المفيد بالنسبه لك في ده؟ يبقى ده بيحصل في العالم كله. لا انا شايف انه مفيد، بس انا وجهه نظري مش مع كده، مش ان اللي انا عايز اقوله ان الحشر ده موجود في العالم كله، ما هياش مشكله في مصر. وطريقه التعليم مثلا السيئه في المحاضرات او الشرح برضو موجوده في حتى في اوكسفورد وكامبريدج والجامعات الكبيره. يعني ده ديبيت احنا، يعني اللي اقصده ان احنا شفناه في اماكن كتير خالص، بس انا وجهه نظري في الاسسمنت ذات نفسه بتاع الامتحانات بيعتمد على، ما بيعتمدش انك تكون فاهم الماده، ما بيعتمدش انك تكون فاهم الجزء دي. مش دي مشكلتك انت بقى، لو انت دي بقى اللي هيحدد الطالب اللي عايز يفهم واللي عايز ينجح. انا كنت بعمل ايه طريقتي انا في الدراسه؟ موضوع بسيط، الماده اسمها ديفلوبمنتال جينيتكس، كان عندي ماده اسمها ديفلوبمنتال جينيتكس مثلا. كنت انا بعمل ايه بكل بساطه؟ باخد المحتوى ده اللي بتاع الماده واروح اجيب كتاب اسمه developmental genetics واقعد اقرا فيه، انا عايز اتعلم. بلس ان الكليه بتديني التايتلز، يعني انا مش عايز من الكليه غير انها تحطني في الاطار. طيب، والتاني بتعمل ده بيجيب سكور،
طبعا بتجيب سكور انك تقرا من كتب خارجيه، بتلاقي بص حاجات اللي في الكتب ان ان الخارجيه دي موجوده بص في الامتحان. بس لازم لازم نحط التصنيف. في فرق ما بين الشخص اللي عايز اللي داخل الكليه ينجح في الكليه، في شخص عنده طموحات اكبر. ما هو اللي عنده طموحات اكبر ده لازم يبذل مجهود غير الباقيين، بس ما ينفعش انا احط المناهج على الشخص اللي عنده اكبر الهاي ليفل. لازم يبقى فيه بالانس. انا مش مع ان التعليم في مصر تحفه، بس انا ضد ان احنا نحقر من اهميه الكليه والدراسه النظريه اللي في الكليه. احنا عندنا مشاكل كتير، ما احنا ما عندناش مشاكل كتير كنت انا سافرت ليه؟ ما خلينا نكون واضحين، ولكن ده المتاح، تقدر تعمل ايه بالمتاح ده؟ ما تجهلوش، ما تسيبوش وتمشي، خد منه اللي تقدر ان هو يكون مفيد ليك في المستقبل، بس لازم انت تتعامل مع الامور بايجابيه. مش هقعد بقى اقول المشكله عندنا في التعليم وبيعملوا كذا وبيعلمونا بالطريقه كذا والاسسمنت كذا. يا محمد النهارده الناس الدكاتره ما بقتش تمتحن الطلبه، بيدوهم شيت يخش يحلوه ويلاقوا اللي في الامتحان هو اللي كان في الشيت. فاحنا عندنا مشكله كبيره، ولكن مش هنقعد، ما هو لازم نبقى ماشي، فاهمين ان ما اللي المشاكل دي اقصده انا انا كنت مش حاولت حارب عشان يعني احلها، انا مش حارب عشان احلها. خد بالك دي بالظبط. شخصيتي، انا مش حارب عشان دي شخصيتي بقى، عشان تبقى فاهم. انا بشوف ايه الكويس بروح اخده، ماليش دعوه بالوحش، بسيبه زي ما هو. اي دونت كير، بغير في المجتمع بتاعي انا، ما بغيرش في المجتمع العام. يعني ايه بغير في المجتمع بتاعي؟ الناس اللي حواليا احاول اغير ماشي، فيهم. يعني احنا ممكن يعني نستخلص النصيحة دي ان مثلا انت تشوف الجزء الكويس في الكلية او الجزء طبعا في الحياه، الكويس في في الحياه الدراسة عامه بتاعتك، ولازم انا برضو انا ضد فكرة انك تتيك الكلية كده بشكل عشوائي خلاص، بس انا شايف ان الدروس المستفادة انك تاخدها من الكلية هي انك تطلع بيها بجي بي اي كويس. طبعا ده جزء مهم جدا، طبعا لان هو في 100%. بعض الناس اللي بتروج لوجهة نظر اللي انت كنت قلتها في الاول، تقليل من اهمية الكلية والحاجات دي كلها، تقول ان حتى الجي بي اي برضه مش ينفع. فانا برضه ما فيش حاجة مهمة خالص في الكلية يا عم، سيبها وامشي. انت قاعد ليه؟ انا على فكرة ما بحاولش مع حد، انا شخصيتي كده. انا يعني انا على بالك، انا اول ما يعني اول مرة اطلع اتكلم كده، لان انا وصلت لقناعات بناء على تجارب. انت حابب تقتنع بان الكلية هي اهم فترة في حياتك؟ صدقني لو ما بنيتش في الكلية باك جراوند كويسة عن المجال بتاعك، والله العظيم ما انت فالح في حياتك. طيب لو حد مش عارف المجال يعمل ايه؟ يعني هكمل نصاب بس الحتة مثلا دي عشان اتفضل. الكلمة اللي قلتها دي سو اجريسيف، احس ان انا سو اجريسيف فيها. ليه انا بقول كده؟ انت لما يعني طلعت في الكلية هتشتغل في نفس المجال بتاع الكلية، بتكلم على مجالنا عشان بس المجال ما يتعممش. الفكره بكل بساطه انه اي شيء ادفانسد معتمد على البيز اللي انت يعني عارف. احنا بنقعد ندرس في الكليه 3 سنين الدي ان اي ريبليكيشن والسنترال دوجما والحاجات دي، كتير قوي الطلبه بتزهق منها. ما هو كل حاجه معتمده في المجال بتاعنا على السنترال دوجما. هي اسمها سنت يعني هي اسمها سنترال دوجما، يعني هي من اسمها سنترال دوجما، هي المركز كل حاجه. فبرغم انه ده بيز بيزك قوي، ولكن فهمك له هيساعدك تفهم حاجات ادفانسد بعد كده. طب لو ما فهمتوش، طب ما انت هتنجح ازاي في الحاجات؟ ده مهم جدا بالنسبه لي. الكليه مهمه بجد، مش هقبل النقاش في الموضوع ده مهما حصل، لان هي فادتني انا. وانا كنت بدرس بالعربي، انا عايزك تتخيل ان انا كنت بدرس بالعربي، كنت باخد مصطلحات بالعربي which is تخليك تصرخ من ان انت عشان عايز تجيب المصطلح الانجليزي ده ايه اصلا. يعني مصطلحات غريبة ما سمعتهاش في حياتي خالص. تخيل انك تعرب المصطلحات، مش كل الدكاترة بتعمل كده، بس كان في دكاترة كتير بتعمل كده، تعرب المصطلحات الانجليزية. يعني انا تجربتي في الكلية ما هياش جيدة قوي، ولكن استفدت منها وتعلمت فيها حاجات كتير قوي، وعملت لي بيز شايف انها كانت كفاية ان انا اطلع لمراحل ادفانسد. ف that's it. الحد عايز بقى يعرف يعني انت علشان عارف مثلا انت عايز تكمل في ايه، او حتى مثلا ممكن تكون شفت كورس في بداية السنين من الجامعة على كتاب اللي انت قلت عليه شيق جدا ولطيف وخفيف ولذيذ، فممكن الحاجات دي هي اللي زودت الشغف بتاعك او اهتمامك بالموضوع. بلاش كلمة شغف، لو حد بقى ما يعرفش اي حاجة خالص او مش عارف هو داخل الكلية، خلي بالك ان في فئة كبيرة في مصر تبقى داخلة، يعني هقول لك مثلا ليه عايزين نخش قسم البايوتكنولوجي، عشان كان في زراعة حاجة أعلى من البايوتكنولوجي،
لا هو يمكن أقرب حاجة الناس بتخشها عشان بيكونوا فعلته من الحاجات الطبية مثلا ما يقدرش يجيبوها. بالظبط. فهو في ثقافة كده في مصر ان هو دلوقتي لو في قسم اعلى من بايو تكنولوجي هيكون الناس مهتمة انها تخش في القسم ده الاعلى من حقيقي، بايو تكنولوجي، ده يعني لو حقيقي. بايو انفورماتيشن مثلا او بايو انفورماتكس هي نزلت أي حاجة قسم في related الكلية. للطب، الطب يعني غالبا، يعني لو في nursing في الزراعة هيطلعوا لل nursing more than a biotechnology. اه ده حقيقي. فنصيحتك ايه بقى؟ حد عايز يعرف الفيلد اصلا اللي هو شغال او عايز حاجتين يكمل عليه. بريف، حاجتين: خبط في أي حاجة تيجي قدامك، ودي مرحلة احنا بنسميها مرحلة الـ exploring، تستكشف. مفيش حد هيقول لك خش المجال ده عشان المجال ده كويس، مفيش حد ينفع يحدد المجال اللي انت تخشه غيرك، وعشان تحدد دون محتاج تستكشف المجالات المتاحة. مثلا هجيبها لك من البيس خالص، دخلت قلنا البايوتكنولوجي 3 حاجات: مايكروبيولوجي، جيناتكس، كيمستري. خبط في الثلاثة، اقرأ عن الثلاثة، انزل كورسات عن الثلاثة، شوف ايه اللي انت في الثلاثة دون عجبك. ليتس سي جيناتكس، لقيت انك مهتم بالجيناتكس زي ما كنت مهتم. يعني انا اكيد 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 لما كنت في ثانويه عامه ومهتم بالجينيتكس ما كنتش مهتم بالبريميتاستاسيس اللي انا بشتغل عليه النهارده، ما كنتش عارفه اصلا، ما كنتش سمعت عنه. بس هي بتبدا زي شجره هيريكال ليفل كده، انترست بالجينيتكس، تحت الجينيتكس هتلاقي حاجات بقى كتير، تلاقي في ناس شغال في الميوليكولار جينيتكس، سايتوجينيتكس، كلاسيكال جينيتكس، بوبوليشن جينيتكس، ما اعرفش ايه جينيتكس. حلو، خبط في دول كمان، لقيت نفسك مهتم بالمولكيولار جيناتكس. حلو، المولكيولار جيناتكس ده تحت توبكس كتيره جدا، خبط في اللي تلاقيه قدامك. اللي تلاقي، احنا عمالين نصغر الدايره، خلي بالك، لحد ما تلاقي الدايره صغرت معاك وانت بقيت مهتم بمجال معين. حد يقول لك مثلا انا مهتم بالستيم سيلز، ازاي بقى الستيم سيلز، الجينات اللي بتكسبريس في الستيم سيلز، ما ده مولكيولار جيناتكس. فواحد تاني تلاقيه مهتم بالكانسر، الكانسر في جينات بتكسبريس، في حاجه بتحصل في التيومر مايكرو انفايرمنت، كل ده ريليتد. فانت هتلاقي نفسك قدامك حاجات كتير قوي، خبط فيها وتيك يور تايم، اتليست سنه، من سنه الى سنتين. تاني، سنه الى سنتين تخبيط، سنه الى سنتين اكسبلورينج، بلس الحاجه التانيه عشان اكون خلصت، انزل الايفنتات اللي بتتعمل للنشاطات الطلابيه. انا عارف ان هم ممكن يكونوا بيضحكوا عليك بياخدوا منك فلوس، انا عارف، روح خليهم يضحكوا عليك ياخدوا منك فلوس، روح، انت المستفيد. انا عارف انه في حاجات كتير مش مفيده، مالكش دعوه، روح، انا بقول لك روح، مالكش دعوه. دفعت كام، 100، 200، 300، لو معاك وقادر تدفعهم روح. خرجت مش مستفيد، روح، لانك عرفت ان انت مش هتستفيد لما تروح المكان الفلاني. دي معلومه، يعني النتائج السلبيه نتائج، اتليست انت بقيت فاهم. فانا ضد الفلسفه، ما تفلسفش تقول لي هستفيد ولا مش هستفيد، اصل هما بياخدوا فلوس، اصل هما بيعملوا ايه، اي دونت كير، روح، ولما ما تستفدش ما تروحش تاني. الكلام ده قاسي على التدريبات، نفس الكلام، التدريبات، انزل تدريبات برضه، انزل تدريبات استكشف فيها، نفس الكلام، ما هو التدريبات، ورش عمل، ايفنتات، روح الثلاثه، اي حاجه تيجي قدامك وانت مش لاقي نفسك في اي حاجه، جرب، جرب اي تدريب، شوف لقيت نفسك، ما لقيتش نفسك خلاص نيكست اللي بعده. وما تتفلسفش وانت لسه مش عارف، بمعنى سيبك من هم بياخدوا فلوس كتير، سيبك من هم ممكن يكون منصوب عليك، سيبك من انها مصالح، سيبك من كل الكلام اللي بيتقال حواليك ده، مالكش دعوه بحاجه، روح جرب، ممكن تعجبك، ممكن يكون ده اتس يور تايب اوف ساينس، عادي، بس جرب. اكسبلورنج يعني تخبيط، وخبط براحتك، محدش هيحاسبك انت لسه صغير. ده أثناء الجامعة. ده اثناء الجامعه طبعا، انت ما تخبطش، اوعى بتخرج تخبط، انت قبل ما تخرج انت قبل ما تخرج المفروض تكون خبطت السنتين اللي انا قلت لك عليهم. يعني انت وانت بتعمل مشروع تخرجك يفضل، خد بالك بقى من مصطلحات، مش هقول لك المفروض عشان في ناس ما بتبقاش عارفه ده، يفضل انك تكون اخترت المجال اللي انت هتشتغل فيه وانت بتعمل مشروع تخرجك، يعني في سنه رابعه معاك سنه اولى وثانيه وثالثه، اعمل فيهم اللي انت عايزه، بس تكون بتجتهد فعلا. يعني كان ممكن نقول سنة أولى مثلا الناس بتتعرف فيها على الكلية وعلى النظام الجامعي والحاجات دي كلها، تانية وتالتة يخبطوا بحيث إن طبعا سنة رابعة يكون بداية الإنتاج مثلا. بيرفكت، هو ده. طيب
يعني سنة انت أولى اتعرف على الكلية، لأنه لو ما تعرفش على الكلية مش هعرف إزاي تجيب تقديرات في الكلية، والتقديرات في الكلية دي experience يا ابني، مش شطارة يعني، experience اللي هو إزاي أنا فعلا مش شطارة. أنت عارف إزاي الدكتور هيجيب الأسئلة، وعارف إزاي المادة دي تذاكر، فأنت اتعلم experience الكلية دي في سنة أولى، وابدأ من أول أجازة سنة أولى. أما أنت أجازة سنة أولى دي هنعمل فيها إيه؟ بس during سنة أولى دي الترم الأول الترم التاني ركز في الكلية بس، ما تعملش أي حاجة تانية. أجازة السنة الأولى ابدأ بقى شوف إيه الناس اللي حواليك، الكوميونتي اللي حواليك بيعمل إيه، وابدأ جرب. تيك يور تايم، أنت معاك وقت في الكلية فعلا تجرب وخبط وبراحتك. إيه يعني لقيت المجال ده دخلت فيه شوية وبعد كده لقيت إن هو مش عاجبك، إيه المشكلة؟ بس خلي بالك مش عاجبك يعني مش انترستد فيه، مش إن أنت مش قادر تذاكر يعني، ما تبقاش الكسل جاي منك وتقول أنا مش مهتم. طيب انت كنت شرحت كتب على القناة، ما فكرتش انت تشرح الكتب دي لحد مثلا يجي يقول لك انت مين علشان تشرح حاجة زي كده؟ انا اه طبعا فكرت كتير. من انا اصلا انا بعمل فيديوهات من سنه تانية، انت تخيل اصلا واحد بيعمل فيديوهات من سنه تانية، which is طبعا طبعا طبعا، وكنت بسمع كلام من ورا ظهري يعني، ما كانش حد بيقول لي بشكل مباشر، لا كان في ناس بتقول لي بشكل مباشر صدق يعني. مره كان حد نزلت حاجه على جروب، حد كتب حاجه وكان بسمع كلام كتير جدا بيوصلني، ولكن انا بني ادم ذاكرت الكتاب ده وانا حبيت اشاركه معاك. عندي اخطاء في الشرح انا عارف، ايه المشكله؟ عادي، الدكتور اللي قعد 50 سنه يدرس وهو في المحاضره ممكن يغلط، وبتحصل بس كتير، والطلبه بيصححوا له. خد بالك يا دكتور انت قلت دي ما قلتش دي، انا على اليوتيوب ممكن يبقى عندي اخطاء، ما عنديش خالص مشكله ومتصالح مع انه الاخطاء دي ممكن تحصل، ولكن كنت بحب اللي انا بعمله فكنت بديه. انت متخيل انا عملت كام فيديو على اليوتيوب؟ انت عارف الرقم؟ عارف الرقم؟ شفت الرقم. انا عندي ما يعادل 300 فيديو على اليوتيوب عملتهم في سنتين ونص، انت متخيل الانتاجيه؟ فما كانش انا كنت ايه الهدف بقى؟ يعني كان ايه هدفك من انك تشرح الفيديو على اليوتيوب؟ يعني انت مثلا ذاكرت واهتميت بالكتاب وكفايه، ليه تشرحه على اليوتيوب؟ مثلا اول حاجه انا مش شخص مثالي خالص، مش هقول لك عشان افاده الناس اول حاجه، لا اول حاجه انا بحب اعمل صناعه، انا بحب صناعه المحتوى دي عندي هوايه، انا بحب اعمل ده و يعني اي ثينك ان انا بعرف اعملها لسببين، لان انا اقتنعت انه المحتوى العلمي، كان عندي مشكله في المحتوى العلمي على اليوتيوب ان هو جوده الصوت مش كويسه وجوده الصوره مش احسن حاجه. فانا مع خلي بالك ارجع من سنتين ثلاثه كده كانت الجوده كلها مش كويسه، بس ابتديت من سنتين ثلاثه حتى الناس اللي بتعمل حاجات فاني واليوتيوبر ما اعرفش ايه ابتدوا يعلوا الجوده بتاعتهم. اتفرج مثلا على واحده زي احمد ابو زيد، شوف الجوده بتاعته كانت فين واخر سنتين ثلاثه بقت فين. فده اصبح انه انا عايز الطالب اللي بيتفرج على محتوى علمي، لان انا عندي مشكله مع ده، لما يقلب من ان هو يتفرج على محتوى ترفيهي ولا اغنيه ولا مسلسل ولا اي حاجه، ما يجيش الصوت تبقى جودته مش كويسه، تبقى الصوره جودتها مش كويسه. فدي كان عندي موتيفيشن ان انا اغير المفهوم ده، انه يتعمل محتوى علمي، علمي اكاديمي مش بوب ساينس. انا ما بحبش البوب ساينس، انا بدات بوب ساينس بس انا ما بحبوش عموما يعني، علمي اكاديمي بجوده كويسه وبصوت كويس وبلغه شبابيه، يبقى الموضوع قريب يعني. والحاجه الثانيه انه كان في نقص كبير جدا في المحتوى العلمي بتاع البايوفيماتكس بالعربي، بما انه مجال جديد فكان عندي فرص كتير قوي، وكنت برفض. انا عندي على اليوتيوب كنت ارفض اعمل اي حاجه اتعملت قبل كده على في البايوفيماتكس. يعني في ناس كتير قوي تقول لي اعمل انتدكشن تو بايوفيماتكس، هي الحاجات اللي بتتشرح اللي هو انتدكشن تو داتابيزز، الاينمنت، مالتيبل سيكونس الاينمنت، فايل جينيتك تري. انا عمري ما شرحت الحاجات دي مع ان دي البيزكس اصلا اللي اي حد بيبدا بكورس بايوفيماتكس بيبدا بيها، انا عمري ما شرحتها لان هي موجوده على اليوتيوب. انا مش جاي اشرح للشرح، انا جاي موجوده بتشرح بالعربي. ايه موجوده بتشرح بالعربي؟ موجوده بشرح بالعربي، موجوده من سنين، موجوده من 10 سنين، جودتها كويسه، فيها مشاكل في الكواليتي، فيها مشاكل في تصورها تاني، عشان احنا مش في وقت ان احنا في مجالات
زي البايوفماتكس احنا عايزين نوسع السكيل كده، مش كده ما يبقاش حد عامل وحد عامل احسن منه، احنا عايزين حد عامل بس الاول بعد كده نطلع كده، فاهم النقطه دي؟ فانا كان وجهه نظري ان انا عايز ابقى يونيك برضو، طالما المحتوى موجود انا حابب اعمل محتوى ما اتعملش قبل كده. جيت بدات عملت كورس للار، ما كانش فيه، دي بقى حاجه كانت لطيفه خالص، ما كانش فيه كورسات للار للبايوفماتكس، اللغه اللي الناس بتتكلم بيها تبقى بيولوجي، لان اللي بيدرس الار ده غالبا مش بس حد خريج حاسبات ومعلومات، بيبقى خريج بيولوجي، فعايز اللغه بما انها لغه برمجه فممكن تبقى حاجه صعبه شويه عليه، فكنت عايز اللغه اللي انا استخدمها تبقى بيولوجي. فعملت كورس 100 فيديو، 100 فيديو للار على البايوفماتكس. فانا برغم ان انا كنت بشوف ان انا عندي، قد يكون عندي اخطاء وده وارد لان انا انسان، ولكن كنت بعوض ده بان انا بقدم حاجه انا عارف ان هي ما تقدمتش بقالها سنين وقدامها سنين تانية قبل ما تتقدم، فكنت بتعامل مع الموضوع من هذا المنطلق، حتى لو انا مش احسن حد، مش اشطر حد، بس على الاقل ده المتاح حاليا، وربنا يكرم وناس تانية تطلع تعمل احسن مني ويبقى ده المتاح. فانا ما كنتش مهتم خالص، بس كنت انا بحب اعمل دون، وبصراحه البوزيتيف فيدباكس، عشان برضو الواحد لا يبخس الناس اشياءهم، يعني البوزيتيف فيدباكس كانت اكتر من النيجاتيف، فده كان شيء شجعني ان انا اكمل. بس انا عمري ما نزلت فيديو على اليوتيوب وكنت بفكر ان انا اجيب مشاهده ولا لا، دي مهمه. اي دونت كير. هل لقيت اليوتيوب كمنصه تعليميه فعلا لاقت قبول للفيديوهات بتاعتك؟ رائعه، انا بحب يوتيوب جدا. يعني لو قلت لك على الفيدباكس ووصل لفين، يعني مش 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 هنوفي الناس المجتهده حقهم، الوطن العربي كله، كل ناس كتير جدا متعبي من جنسيات انا يمكن بكلمهم انا مش فاهمهم، مش فاهمهم بيقولوا ايه، يعني اللغه بتاعتهم مختلفه عننا، يعني لكنه ما اعرفش هما بيقولوا ايه، بيتكلموا معايا ويكتبوا لي كومنتات ويبعتوا لي على الفيسبوك، وكان فيدباك بوزيتيف كتير جدا، وبالتالي كان بالنسبه لي تمام. ولكن فيدباكس دي كانت بتيجي بعد سنه مثلا من الفيديو ينزل. فلو انت بتصنع محتوى، او انا بجد انا عايز حد يصنع محتوى في المجال بتاعنا يا شباب، لو حد بيسمعنا ناس، يعني اخر الاجيال اللي بتصنع محتوى كان انا وكان واحد تاني، ما طلعش ناس بعدنا كتير. اعمل، مالكش دعوه بالمشاهدات بعد اذنك، ما تركزش مع المشاهدات. انا قعدت اعمل 100 فيديو للار، والله ما كان حد بيشوفهم 100 فيديو، عارف 100 فيديو دول اتعملوا في، يعني عايزك تيماجين يعني ايه تعمل 100 فيديو، اقل فيديو فيهم ما بين 20 ل 30 دقيقه كونسيستنت، وما كنتش مهتم بالناس بتشوفها ولا لا، لكن كنت عارف ان بعد سنين الناس ترجع تشوف الحاجات دي، وده اللي بيحصل. طب لو عايز تقول للناس مثلا اطار للحاجات اللي انت شرحتها عنك على القناه، بحيث ان هم ما يدخلوش على القناه ويتوهوا، ايه هي العناوين الاساسيه كده اللي انت شرحتها زي بيسموها رود ماب او خريطه للقناه عندك على اليوتيوب؟ اوكي، انا في البايوفماتكس ما شرحتش اي حاجه في البيزكس. لو انت عايز تبدا في البايوفماتكس، قناتي ما هياش الامثل ليك. انت يعني البيزك بتاع البايوفماتكس انا شرحتها، قلتها من شويه، دي هتلاقيها مشروحه في كورسات على كورسيرا. ولكن لو انت عايز تبدا في البايوفماتكس، انا عندي كورس الار، ده كورس كامل هيخليك من اول ما تعرفش حاجه في الار لحد مستوى كويس في الار. 100 فيديو اتس انف ان انت تتعلم حاجه، يعني او مش ده انف يعني، ف اتس انف انك تبقى يعني في البيز. الحاجة التانية أنا شرحت، وده كان مهم جدا لأن ده ما كانش مشروح قبل كده، الآر إحنا قلنا ما كانش مشروح قبل كده في الوطن العربي بالعربي. الحاجة التانية ما كانش مشروح قبل كده هو كورس الـ NGS. دور على الـ NGS قبل التاريخ اللي أنا شرحت فيه الفيديوهات دي بالعربي، حد شارحها بشكل كامل مش موجودة. شرحت الـ NGS وهي تكنولوجيا مهمة جدا 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 في البيولوجي، وهي عبارة عن إن هي بتعرف تسلسلات الـ DNA، حط لها العينه وهي بتاع سلسلات الديني دي، اهم تقنيه في القرن اللي فات في بعد كريسبر عشان ما ننساش في البيولوجي، الان جي اس، ومن ثم بقى الحاجات زي الكريسبر والحاجات دي. في بلاي ليست عندي اسمها كارير حاجه كده، بس هي مهتمه بالكارير بتاعك، فيديوهات من نوعيه ازاي تسافر، ازاي تبدا في البايوفماتكس، ليه التدريبات مهمه، ازاي تعيش لايف ستايل صحي وكويس يساعدك على الساينس،
ازاي تاخد انترنشيب في امريكا، لان انا في امريكا او اوروبا، لان انا اخدت انترنشيب ريموتلي. ازاي تعمل المشروع التخرج بتاعك، حاجات من النوعيه دي انا بشوف انها كارير اوبجكتيف، يعني حاجات ليها علاقه بالكارير بتاعك. فده فيديوهات انا بتكلم فيها من ليك بعيدا عن الساينس، راجل لراجل كده. شوف بقى مين هيتخانق مع مين. ما فيهاش ساينس خالص، ما فيهاش لغه الساينس خالص، فيها كلام عادي، وفيها الكارير باس بتاعي كله بكل تفاصيله. واخر حاجه كتاب كونسبت جيناتكس، which is بجد من احسن حاجات انا استمتعت فيها. مش هقول لك ان انا شرحي كويس، مش هقول لك كده، انت جرب. ممكن تقول لي ان شرحي مش كويس، بس انا استمتعت بالكورس ده. الكورس ده رائع، والكتاب ده رائع، انا بحب الكتاب ده، وبالتالي الكورس هيبقى رائع عشان هو من الكتاب مش عشان انا شرحه. ولكن اقدم لك حاجه يونيك جدا في الكورس ده، وهي ان المريكه بارج اللي شرح في الكورس ده كان بالتفصيل. انا ممكن الشرح في ال 40 حلقه او ال 50 حلقه بتاع الكورسات دي كان يتشرح في حلقه واحده بس، لان هو بيشرح ايه، عارف انا شرحت ايه؟ ريبليكيشن ترانسكريبشن بس. تخيل 50 حلقه، شكرا، 50 حلقه شرح فيهم الريبليكيشن والترانسكريبشن وشكرا فعلا، بس مش عارف حاجه تانية خالص، ما تطرقتش في اي حاجه. ولكن ايماجين لو 50 حلقه مشروح فيهم ده بس، تخيل التفاصيل الموجوده جواه عامله ازاي، هستمتع رحله. طيب انت عرفت بقى الحاجات دي ازاي؟ يعني انت شرحت، يعني ده كده البرودكتس طلعت منك، سواء بقى فيديوهات الـ NGS، سواء فيديوهات الكتاب بتاع كونسبت الجينيتكس، اي محتوى على القناه، الكتب رائعه. قرات يعني كم كتاب بس. يعني في مقولة بتقول إن الحاجة اللي تثبت إن البشر قادرون على إتيان السحر هي الكتب. الكتب اللي اتكتبت تثبت إن البشر يعني جامدين قوي. إحنا كتبنا كتب كبشر، مش أنا يعني، كتبنا كتب جامدة قوي. أنا رشحت دي حاجة كويسة، أنا عندي على القناة بلاي ليست بتكلم فيها عن كتب انا قراتها. في كتاب بيزيكلي كونسبت جينيتكس رقم واحد، في كتاب اسمه برينسيبلز اوف بايوكيمستري. الحاجات دي كلها موجوده على القناه عندي، انا بس هقولها دلوقتي للناس لما تخش على القناه. انا شارح الكتب دي، مش شارحها، ولكن جايب الكتاب بتكلم عنه. فانا عندي بلاي ليست على القناه بتتكلم عن الكتب، ودي برضو من الحاجات اللطيفه خالص. عندي كتاب اتعلمت منه كتير جدا في الار بتاع واحد اسمه هادلي ويكام، اسمه R for Data Science. كتاب رائع. هادلي ويكام ده من أحسن الناس اللي بسطت الار، شرحته بشكل بسيط. ما بسطتش الار لأنه الار لغة برمجة، ولكن شرحتها بشكل بسيط. كتبه رائعة. ده الراجل اللي عامل جي جي بلوت، واحدة من أهم اللايبريز اللي موجودة في الار وفي الساينس عموما، فيجواليزيشن. في كتاب كان يعني NGS ده أنا كنت واخده من كتاب، وشرحت الكتاب ده برضو، شرحته، اسمه Next Generation Sequencing. الكتاب كان اسمه كده تقريبا. وفي كتاب تاني للبيانفوماتيكس بشكل عام، ده بقى اهم ريفرنس للبيانفوماتيكس بشكل عام in general كده، مش حاجة معينة في البيانفوماتيكس زي الـ NGS او الـ R او كان اسمه مش فاكر اسمه بالظبط، بس هو موجود عندي على القناة. ما كانش introduction to bioinformatics. يعني انت أنا تقرأ الكتاب وبعد كده تبدأ تتخصص في فيديوهات؟ لا، انا بقرأ الكتاب عشان اتعلم. لو لقيت ان الكتاب ده قابل ان انا اعمله في كورس، ممكن بعد سنة افكر اعمله في كورس غالبا. يعني انا باخد وقت كتير. بصوت كل المحتوى او الانكم او الانبوت بتاعتك كانت كتب؟ بحب الكتب اكتر، ولكن لما كنت في سنة اولى بدأت، يعني كنت خدت كام كورس على EDX وكورسيرا. بس بعد كده لما اتعلمت ازاي تقرا من الكتاب، لان قراءه الكتاب مش سهل. It's not easy انك تقرا ريفرنس في الساينس. It's easy ان انت تقرا روايه مع اغاني فيروز وكوبايه القهوه. It's fine. بس لما تروح للساينس هتعرف ان الكتب قد تكون في بعض الاحيان ممله جدا. ولكنها لو حبيتها ولو عرفت ازاي تقراها هتستمتع. في بودكاست اسمه شادي عبد الحافظ او شادي حافظ عامله، بيتكلم عن الكتب. لو كتاب شادي عبد الحافظ دكتور شادي عندنا في مصر،
انت عارفه اكيد، عامل دكتور بودكاست، شادي عبد الحفيظ. مش بودكاست اسمه حاجه على ميدان، كان في منصه تعلم اسمها كيف ميدان، تتعلم. مش فاكر اسمها قوي، ولكن هي اكتب بس شادي عبد الحفيظ، شوف الحاجات اللي هو عملها عبد الحفيظ، على دكتور شادي عبد الحفيظ. عملها على ساوند كلاود. بيتكلم عن قد ايه الكتب اتس نوت ايزي، بس لو يعني عرفت ازاي اصلا تقراها هتستمتع، وانه ومش ضروري تستمتع عادي، ممكن ما تستمتعش ولكن تبقى محتاج انك تقرا الكتاب ده عشان تتعلم حاجه معينه. فانا لما اتعلمت ازاي اقرا من الكتب حسيت ان الكورسات فيها تضييع وقت بالنسبه لي، لانك تقدر تاخد الاهم من الكورسات في الكتاب وفي وقت اسرع، لان الكورس بيبدا يبسط لك، وفيديو ساعه عشان يشرح لك حاجه ممكن تقراها في الساعه الا ربع مثلا او نص ساعه. فانا بشوف ان الكتب ما تبداش بيها، عشان بس ما تاخدش النصيحه دي وتروح تقرا كتاب دلوقتي وانت لسه في سنه اولى، ما تبداش بيها، ابدا بالكورسات، ابدا بانك تحب الساينس، ابدا بانك تلاقي شغفك، ابدا بان انت تاخد كورسات، لان الكورسات هتبقى اسهل بالنسبه لك في الاول. لكن لو قدرت انك تقرا من الكتب، ابدا بكتاب كونسبت اوف جينيتكس، اتس فيري سيمبل، القراءه بتاعته سهله وبسيطه واللغه بتاعتها سهله، واللي بيميز كتاب عن كتاب مش بس المحتوى بتاعه ولكن اسلوب الكتاب. انا يعني عايز اقول لك اللغه بتاعتي وانا في سنه اولى وفي سنه تانية اكيد ما كانتش كويسه عشان اقرا كتاب، لان انا كنت بدرس بالعربي اصلا، وكنت جايب تقريبا 35 من 50 في الانجليزي في ثانويه عامه، فانا الانجليزي بتاعي اصلا ما كانش كويس. فبدات بالكتب السهله اللي زي كونسبت جيناتكس، علمتني ازاي اقرا من الكتب، وبعد كده انتقلت للكتب الاصعب زي برينسيبلز اوف بايوكيمستري، ده كتاب مش سهل انك تتعامل معاه يعني، بس كتاب تحفه. بس أول بعتذر للناس على صوت الباك جراوند عندي. لا أنا لا من مش ساعة ما مشكلة عادي. بدأنا الميتنج وأنا بعمل ميتنج للمايك، بس حسبت كده كام عربية خردة عدت وإحنا في الميتنج كتير كتير. تقريبا 7 8. ايماجين بقى انا معرفش كنت إيه اللي جرب. بعيد الفيديوهات ال 100 فيديو على اليوتيوب، ال 300 فيديو اللي عملتهم على اليوتيوب دول، ايماجين كنت بعيدهم كام مرة عشان اطلع فيديو واحد ما فيهوش صوت الراجل ده. انا كنت ما هو على أنا الشارع. وأنا نفس الكلام برضه، هو المكتب والاستوديو هنا على الشارع. بس انا الناس ما بتشوفش الجزء ده، يعني انا بكون مثلا عامل ايدي كده لغايه لما العربيه تعدي طبعا وبعد كده اروح مكمل الكلام، طبعا بس طبعا. الناس ما بتشوفش الجزء ده في المونتاج. It's not easy. ال content creation مش funny ومش easy، وفيها challenges كتيرة جدا. بس once ان انت you know how to do it, it's amazing. ايه رأيك طيب في المحتوى على القناة عندنا؟ انا مش عارف اقول لك، هقول لك على حاجة، في كلام كتير قوي انا هقوله النهاردة عمري ما كنت احب اقوله، بس هقول لك على حاجه. انا يمكن الناس عارفاني شويه على الفيسبوك وعلى في المجال، وانا بحب الناس وفي علاقه كويسه جدا ما بيننا، لانه قناه اليوتيوب عامله علاقه طيبه ما بيني وبين الناس. الناس لما بتعلمهم حاجه بيحس ان انت ممتنين ليك، فبيبقوا لطاف معاك جدا وانا ببقى لطيف معاهم، فانا في علاقه كويسه ما بيني وبين الناس. انا يمكن كل اسبوع ممكن يجي لي انفيتيشن 2 3 انفيتيشن ان انا احضر ايفنت، ولو بصيت على المحتوى عندي على الشانل او على الفيسبوك انا مش بحضر خالص. انا نادرا ما بقبل انفيتيشن من حد ان انا اروح، سواء بقى بودكاست سواء كان ايفنت، انا نادرا ما بقبل ده، وحاطط لنفسي رينج ما بحبش اتكلم كتير، هي ايفنت كل سنتين. يعني انا بحضر ايفنت كل سنتين، اخر ايفنت حضرته كان 57 من كام شهر، الايفنت اللي قبله من سنتين كان في النيل، الايفنت اللي قبله كان ما اعرفش فاهم. فانا حاطط رينج لنفسي ان انا موضوع ايفنتات انا صعب اقابل كل الناس لان ده كتير جدا. الحمد لله انا بحب الناس كلها وعلاقتي كويسه بالناس كلها، وبالتالي الناس بتحب ان انا ابقى موجود معاهم وانا ببقى مبسوط جدا، ولكن انا ما اقدرش اقف دوا مع دراستي مع شغلي مع، فالانفيتيشنز اللي انا بقبلها قليله جدا. وانا من حبي للفكره بتاعه البودكاست انا انترست جدا ان انا ابقى معاك في البودكاست ده، لان هي اولا انا بحب البودكاست ان جنرال، وحابب البودكاست بتاعك لان هو اتس نوت ايزي ان انت تعمل بودكاست، لان هو بصراحه مش معتمد عليك انت بس، معتمد عليك وعلى تظبيط مواعيد مع الناس، وبتبقى
ف it's not easy. ولما يكون عندك consistent في الموضوع ده معناه ان انت شخص صادق في اللي انت بتعمله، ومعناه انه ان هي هتبقى فكرة ناجحة جدا. فانا انا متابعك من قبل كده طبعا، الحاجات اللي علاقة بالريفيوز والحاجات دي، وكنت يعني محتوى بالنسبة لي يونيك برضو، خلي بالك يعني دي مهمة جدا، محتوى ده يونيك، وفي نفس الوقت البودكاست حبيته اكتر واكتر، لانه هو في ناس كتير قوي محتاجين نسمعها وهي بتتكلم، وانا احب البودكاستر يبقى شاب يعني عشان يبقى الامور كده، والبودكاستز او البودكاست اللي موجوده في الوطن العربي برضو مش كتير، وانا شايف ان انت مقرب للمجال بتاعنا بشكل كويس، واستضفت ناس بصراحه رائعين، فانا بودكاست بالنسبه لي فيفوريت يعني اميزنج. والله هو يعني هي كانت فكرة البودكاست دي زي ما قلت في أول فيديو خالص، إحنا في بعض الشخصيات مثلا معروفة في الوطن العربي، وغالبا في المجال يعني في الريسيرش والساينس وكده، ما بكونش استضيف أي حد من بره، بس يعني مثلا في بودكاست أنا صورته بس لسه منزلش على قناة مع واحد من الناس عامل تول متعلقة بسيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس. انا لو شفت التول دي حسيت ان هي تول معموله مثلا بانستيتيوت كامله عاملها حاجه، يعني تول قويه جدا ومفيده جدا في المجال بتاع السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس. فلما اخذت معاه البودكاست حسيت ان يعني في مثلا في النقاش معاك حاليا في تيم كده متعارف عليه، وده دروس مستفاده ليا يعني في الاول، يعني متعارف عليه على اغلب الناس اللي هنسميهم عندهم ستيب ناجحه، مش لازم نجاح شامل ولكن زي ما قلت في الاول الستيب دي. فاغلب الحاجات بتعتمد على ان هو يكون سيلف ليرنر كويس، فلان احنا عندنا في مصر الموضوع ده كويس، بس الناس بقى يعني في ناس ممكن ما يكونش عندها ثقه، في ناس ما بتعرفش تعمل براندنج فور هير سيلف كويس، مش كل الناس مثلا بدات تصور فيديوهات على اليوتيوب، فبيبقى فكرة استضافة البودكاست دي هي بتبقى مفيدة للناس اللي هتسمع، مفيدة لي أنا شخصيا، ومفيدة للشخص اللي حضر، لأن هو ممكن يسأل أسئلة ما فكرش فيها قبل كده إن السؤال ده ممكن يكون مفيد للناس. ده كان الهدف من البودكاست يعني. وبرضو كنت قلت لك في الشات إن أنا ما كنتش شايف أهمية الموضوع صراحة، يعني It's very important. لغاية لما قابلت ناس في مؤتمر في جامعة الألمانية، فكانوا متابعين يعني مثلا الميتينج ساعة ساعة ونص ساعتين سامعين كل كلمة فيه. وحسيت برضو وسألتك برضو على السؤال بتاع اليوتيوب، هل هو كمنصة تعليمية كويسة ولا لا، لأن بحس إن الناس بترشح أكتر أو بتحب أكتر المحتوى الشخصي أكتر من المحتوى العلمي. جزء المحتوى العلمي زي أخذ تلت وقتها، بس تلتين للحاجات اللي هي شخصية أكتر، عشان كده بحس إن تريند أنت أصلاً يبقى حاجة اللي هي زي a day for my life يعني. It depends يعني حسب شخصية الشخص هو هيفضل، لأنه في ناس على فكرة بتحبش المحتوى المسجل أصلاً، ناس عايزة لايف، يقول لك أنا أروح الكورس لايف، أنا مش بقى لازم حد يكلمني وأكلمه كده. موجودين. أنا بصراحة بحب قوي وبحترم التنوع، يعني لازم نتفق على إنه مش كلنا زي بعض يعني، وانا بحب ده، ولما تيجي يعني انا في اوروبا بقى فسلام على التنوع، التنوع مرغوب فيه وغير مرغوب فيه، فلازم تحترم كل التنوع، وانا بحب ده على فكره، بحبه جدا يعني. طيب انت قلت انك اخذت ريموت انترنشيب بعد الجامعه، بعد الجامعه قد ايه؟ انا بعد الجامعه انا اخر يوم امتحانات كنت اتقابلت في جامعه اسمها سارلاند يونيفرسيتي في المانيا، يعني كان اخر يوم امتحانات، والماده اللي بعدها الماده اللي ما بتتذكرش دي، فكان بعدها بيوم الماده اللي بعدها اللي ما بتذاكرش، فانا كنت معتمد ان ده اخر يوم امتحانات، فكان اخر يوم امتحانات خدت اكسبتنس من جامعه اسمها ساوند يونيفرسيتي، وبدات اجهز ورقي لحد ما موضوع ساوند يونيفرسيتي ما نفعش لاسباب متعلقه بالحساب البنكي في المانيا. لا دي كانت الماستر، كان ماسترز، فكان من هنا يعني اللي كان شاغلني ان انا اروح الماستر ده واسافر المانيا لحد شهر 9. أيقنت إن أنا مش هسافر، لأنه حاجات متعلقة بالفيزا، وقلت يعني أدور على opportunities تانية.
سواء بماجستير او انترنشيب. فانا بدات الانترنشيب بتاعتي كان في شهر 9 او شهر 10، وانا كنت اتخرجت شهر 7، الشهاده بتاعتي طلعت شهر 8. فانا اقول بعد شهرين ثلاثه من التخرج، which is عشان النقطه دي مهمه، not expected ان انت تلاقي فرصه بعد التخرج على طول، which is ما تقارنش نفسك بالناس اللي لقيت فرص بسرعه، which is take your time انك تلاقي فرصه، which is ما تضغطش على نفسك ولا تخلي اهلك يضغطوا عليك ان انت اول ما تخرج لازم تشتغل at least، مش عايز اقول سنه، at least سنه انك تلاقي فرصه كويسه بعد ما تتخرج. ده لو انت كنت شاطر. انا كان عندي 2 publications وانا في الاندر جراد، ممكن دي حاجه ما اتكلمناش عليها، يعني خد بالك، يعني انا كان عندي 2 publications وحكايه اخدت الايلتس، فانا كنت مور ليس جاهز. كان عندي بقى ايماجين بقى، ده انا كان عندي كنت واخد ريكومنديشن ليتر من الدكتوره بتاعتي في المانيا، فانا كنت مور ليس يجي مني، يعني ليا فرصه في الوسط الناس دي. فانا عايز اقول للناس، مش من الطبيعي انك تلاقي فرصه بعد تخرج على طول، ده مش ده الكيس، ده مش ده بيست كيس سيناريو، ده مش النورمال، عشان ما حدش يضغط على نفسه، عشان اللي هيسمع البتاع ده الناس اتخرجت السنه اللي فاتت واحنا في شهر 12 يقول لك ما لقيتش فرصه، ميك سنس، اهم حاجه انك بتدور عادي. بس طيب دلوقتي مثلا ايه هي السكيلز اللي انت وانت بتقدم في المنصات في الحاجات اللي زي كده حاسس ان هم قابلوك على هذا الاساس، يعني انت اتقابلت في انترنشيب، وهل ده علشان المجال اللي انت مهتم بيه زي ما محمد امام قال في الميتنج مثلا هو جاست كمبيوتر وخلاص، فعلشان كده لو حد مهتم بمجال ويت لاب اكتر فالانترنشيب هيكون اصعب، ولا ايه بالظبط؟ طيب خلينا نتفق اتفاقات. لو بتقدم في معمل هو مش هيبص على الجي بي بتاعك قوي، هيبص بس مش قوي. بس لو بتقدم على منحه اول حاجه هيبص عليها الجي بي. لو انت بتقدم على منحه اول حاجه بتبص عليها الجي بي، وبعد كده لو انت بقى اجمد واحد في الدنيا وعامل لهم بقى ريسيرش اكسبيرينس والجي بي بتاعك كويس، غالبا في منح ما بتقبلش ده. لان انا كان في منح كتير قدمت عليها وكان عندي اكسبيرينس كويسه جدا، ولكن حسيت ان انا عشان الجي بي بتاعي مش امتياز، انا الجي بي بتاعي برضو ما بكسفش اقول عليه هو مش كويس عادي، يعني الجي بي بتاعي ابروكسيميتلي بي بلس، بي بلس يعني جيد جدا مرتفع، يعني قبل الامتياز، يعني انا مصنفه ان هو مش حلو. انت بقى ممكن الناس في مصر غالبا بيقول لك من اول جيد جدا كويس، انا اي دونت كير بصراحه، مش شايف ان هو جيد جدا كويس، انا يعني شايف امتياز فيما فوق ده بنبدا نقول ان انت كويس. جيد جدا يبقى انت لازم مور ليست تعوضه بحاجات تانية كتير. مع احترامي لاي حد بيقول ان هو كويس جاي جدا، انا مش شايف ان هو كويس خالص لو انت بتقدم على منح بره. عاده المنح بتبص على الجي بي بتاعك، وبعد كده بيبداوا يبصوا على السكيلز بتاعتك، السكيلز اللي هي ريسيرش اكسبيرينس. لو بتقدم في معامل غالبا هيبصوا الاول على ريسيرش اكسبيرينس، ان هم عايزين حد يشتغل على طول. الجي بي هي هتبقى في الحسبان، ولكن هي مش اهم حاجه. الانترنشيبس بيبقى اسهل انك تاخد انترنشيب لو انت دراي لاب او كمبيوتر، لان هو فعلا كل اللي انت محتاجه الكمبيوتر بتاعك، وهم بيعملوا لك كونكشن على الكلاستر بتاع الانستيتيوت، which is بيبقى ريسورسز اكبر لو انت الكمبيوتر بتاعك يعني مش احسن حاجه تقدر تشتغل عليها. ولكن هل في ناس سافرت انترنشيبس من غير دراي لاب؟ كتير جدا. مش عارف اذكر اسماء ولا لا، بس عندنا زميلتنا اسمها سارة كانت سافرت انترنشيب في اليابان، عندنا حد من زمايلنا اسمه كرولوس سافر في ألمانيا انترنشيب، سافر مش ريموتلي، سافر. في ناس كتير جدا سافرت على انترنشيبس موجودة، منافسة فيها عالية جدا ولكنها موجودة، ما اقدرش اقول لك انها مش موجودة، ولكن المهم ان انت يكون الجي بي بتاعك كويس، يعني دي اول حاجه الناس بتبص عليها لو انت عايز تاخد انترنشيب بعد التخرج او قبل التخرج كمان، تقدر في سنه ثالثه رابعه تقدر تروح. طيب انت قلت ان الجي بي اي المفروض يكون جيد جدا، مفيش مفروض، انا مثلا مش مفروض، انا ما بحبش الجي بي بتاعي، انا ما بحبش الجي بي بتاعي، انا شايف ان بي بلس جيد جدا مرتفع، دي حاجه كويسه. انا شايف ان انا اتدلعت شويه، شايف ان انا اتدلعت شويه. وامتى اتدلعت؟ بص بقى على الحته دي، دلعت
دلعت في سنة تانية، لأن كنت مقتنع باللي كان بيتقال إنه خلاص بقى أنت دخلت القسم ودخلت الكلية فمش مهم الجي بي إيه، لأن الكلام ده اتقال برضه، والكلام ده بيتقال من زمان. فأنا دلعت في سنة تانية، كنتش فارق معايا، قلت إيه يعني، أنا كده كده أصلا مش عايز الكلية في حاجة، أنا كده كده مش عايز الجي بي إيه في حاجة. طبعا ده كلام عبط طبعا اللي يقول كده، أنا كنت بقول كده وأنا صغير في سنة تانية، لأن ده كان بيتقال لي برضه. أنت تبص على التقدير بتاعتي في سنة تالتة، في سنة رابعة أنا مقفل تقريبا معظم المواد، يا اما لو مش جايب 100% كنت بجيب 99، لو مش جايب 99 كنت بجيب 98 من 100. فانا لما ادركت انه الجي بي اي مهم، انا اشتغلت عليه كويس جدا، كانت تقديراتي في سنه ثالثه وفي سنه رابعه يعني رائعه. وفي حاجه تانية كمان، مش اكسكيوز، ما فيش اكسكيوز للدلع. لما جت كورونا احنا ما خدناش جي بي اي اصلا، احنا نصب علينا، ادونا يا اما ناجح يا اما صائب، فده ما اتحسبش من ضمن الجي بي اي. طب ما انا كنت المواد دي كنت هجيب فيها تقديرات كويسه يعني، فاهم؟ فدي حسيت ان انا برضو دي على الجيل كله بقى، دي مش عليا انا لوحدي. بس انا حاسس نفسي انا تانية اتدلعت شويه، لان كنت بسمع الكلام بتاع الجي بي اي مش مهم، والكليه اصلا كلها مش مهمه، والكلام ده اثر عليا بشكل او باخر في الترم الاول وجزء كبير من الترم الثاني من سنه تانية. ولكن لما ادركت سنه ثالثه سنه رابعه انا تقديراتي ممتازه، كلها فوق الامتياز، كلها يا اما مقفل الماده يا اما ناقص درجتين ثلاثه. ده كلام للطلبه اللي لسه مثلا في المرحله الجامعيه، ان هم يركزوا في الجي بي اي، وزي ما احنا قلنا في الاول اللقاء، لحد بقى اتخرج. انا مثلا واحد من الناس جايب تقدير جيد حلو مثلا، حلو كويس، ايه الاوبشنز المتاحه؟ الاوبشنز المتاحه انه عشان للسفر، صح؟ طيب let's say لو في مصر انا ما اعرفش الا يعني انترنشيب اي حاجه، انترنشيب هيبقى صعب، مش عشان تقديرك بس عشان صعب انك تاخد انترنشيب بعد التخرج، لانه هيقول لك ليه انه بيفضلوا ان الطالب يبقى في ماسترز، او هو اوريدي لسه فريش جريد فهياخدوه فريش، ممكن يبقى ياخدوه بعد كده ماسترز او بي اتش دي. لو تحب تسافر وانت تقديرك مش كويس، لازم تعوض دبل ريسيرش اكسبيرينس، لازم تشوف معمل في مصر تروح له يعلموك يشغلوك معاهم في بروجيكتس، يبقى عندك بروجيكت، ولو نشرت حاجه يبقى ممتاز، ساعتها هتبقى من ضمن الناس اللي تبص لها. بس لو مفيش ريسيرش اكسبيرينس، مفيش تقدير، هو انت محتاج تسال نفسك انت ليه اصلا عايز تكمل في المجال ده. لو انا ما عنديش ريسيرش اكسبيرينس التقدير بتاعي مش كويس، طب انا هعمل ايه؟ هل الواحد لازم يكون عارف المجال بتاعه بشكل كويس؟ يعني مثلا لو في حد مثلا شايف ان هو محتاج، يعني بيحب اكتر، ده في اخر فيديو مثلا قلت ده ويت لاب مالناش دعوه بيه، واتكلمت عن بايو انفورماتكس، او حد العكس بقى، ده بايو انفورماتكس مالناش دعوه بيه، او يعني لينا دعوه بيه بس يعني لا بس ماكش انا دعوه بيه، عايز مش اشتغل مطالب في انك يبقى ليك دعوه بيه قوي يعني، نكون واضحين. بس تعرف تستخدمه يعني، او على الاقل فاهم لا 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 ان لا ده بيتم كسر لا 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 خالص. لو الموضوع. انت بتشتغل في الويت لاب، كل المطلوب منك انك تبقى فاهم التكنولوجي اللي انت شغال عليها، وفاهم الريزلت اللي مطلعها البايو ماديشن، هو ازاي طلعها، مش مطلوب منك تعرف اي تكنيكال ديتيلز. للامان الناس هنا مش عارفه، احنا بنقعد نشرح من البيزكس. انا لما بقعد مع كولابريتور اشرح له من البيزك، بقول له النقطه دي سل، والله حقه عليا، هو مش مطلوب ان هو يبقى معروف ده. بقول له البوينت دي، لما باجي اشرح له اليو ماب والتسني، بقول له كل بوينت هنا از سيل، اكس اكسس يو ماب 1 which is the most diverse بلا 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 بلا، بي سي اي 2 which is، بقعد اشرح له كده عشان هو لازم، هو مش اكسبكتد. هو الراجل برضو خلي بالك، الويت لاب ده متعب قوي، الويت لاب ده حاجه صعبه مش سهله، مرهق وجسديا والامور يعني مش سهله. فانا مش لا ما اطلبش ان حد يبقى هو انترست بتاعه ويت لاب يبقى فاهم كل حاجه في البايوماتكس، او يبقى عارف ازاي الحاجات دي بتتعمل. انت اتليست فاهم الريزلت بتاعتك، فاهم التكنولوجي اللي البايوماتكس شغال عليها، بمعنى ايه؟ ان جي اس سيكونسنج، سنجل سيل ار ان اي سيكونسنج، لازم تبقى فاهم التكنولوجي دي بتطلع ايه، لان انت اصلا غالبا التكنولوجي دي هي الاساس. طيب كلمت حد ده كان بريطاني ما كانش عربي، فكنت سألته هل بقى مثلا ان الانسان يكون molecular biologist افضل، ولا ان يكون مثلا data scientist او bioinformatician؟
في عصر كان شات وجهة جي بي نظره تي. قول قول. ان يعني احنا هو كان شغال في ريسيرش سنتر في يو كي، ان هم عندهم تقريبا بيحتاجوا 2 موليكولار بايولوجيست او 2 ويت لاب مقابل 10 في التيم بتاع البايوفيرماتكس. فالكارير اورينتد، لو انت بتدور على كارير فلوس، يبقى داتا ساينس والحاجات دي كلها حاجات الكلام ده قبل تشات جي بي تي كوانتيتيف. ولا بعد تشات جي بي تي؟ لا، الكلام ده من شهر كده. انا وجهة نظري تشات جي بي تي هيغير حاجات كتير جدا في المعادله دي، عشان تستبدل باحث مستواه ضعيف او متوسط بتشات جي بي تي مستواها اكبر من انك تستبدل باحث مستواه ضعيف او متوسط في البايوفيرماتكس او في الكمبيوتيشن بيولوجي، مستواها اكبر من ان انت تستبدل باحث مستواه ضعيف او متوسط في الويت لاب. ممكن نستبدل الناس اللي في الويت لاب دي بريبورتس، بس اتس سو فار من اللحظه اللي كان لسه بدري قوي على ان احنا نستبدل بتوع الويت لاب بريبورتس. في ريبورتس انا عندي هنا في المعمل ريبورتس بتشتغل، مش محتاج تعمل حاجه، محتاج تحط بتاعه وهو الريبورت بتاع يعمل كل حاجه، مش محتاج اي حد. ولكن ده غالي جدا ولسه قدامه فتره كبيره جدا عشان يتعمم في العالم. انما اجين شات جي بي تي عشان تستخدمه وتعمل مثلا ار ان سي اناليسيس اتس سو ايزي، مجرد تفتح التاب بتاعتك يبقى عندك باك جراوند بس عن الموضوع وهو هيساعدك كتير جدا. فانا من وجهه نظري انه في صعوبه هتواجه الناس بتوع البايوماتكس في وجود شات جي بي تي، لان هو هيسهل على ناس كتير قوي ما عندهاش خبره كبيره، عندها خبره ضعيفه، ان هم يعملوا التاسكات اللي كان البايوماتيشن بيعملوها. فانا وجهه نظري انه مش هقول المستقبل ايه، دي حاجه الله اعلم في علم ربنا، ولكن وجهه نظري انه يعني شات جي بي تي هياخد من وظائف ناس كتير قوي. تكملة بقى على جزء الشات جي بي تي، يعني انت دلوقتي بتعارض وجهة نظر الشخص اللي هو بيقول ان مثلا ان البايوانفورماتيشنز هيكونوا مطلوبين بشكل اكبر، وبعد كده مثلا لحد مهتم بالويت لاب يكمل في اهتمامه بالويت لاب اصلا مثلا. هيستبدل بتوع البيوت لاب بايه؟ طيب يعني هيستبدلهم بايه؟ زي ما قلت لك الريبورتات لسه صعب انها تتعمم دلوقتي. في ريبورتات انا بقول لك زي ما قلت لك عندي في المعمل في ريبورتات، بس صعب بس انها تتعممها. الاحتياج بقى كام واحد ويت لاب لمقابل كام واحد It's طالب؟ not related، لانه على حسب شغل المعمل. انا عندي هنا في المعمل بتعمل سيكونسنج بأرقام مرعبة كل يوم. إحنا عندنا في المعمل تقريبا 20، تمام؟ المعمل بتاعي أنا شغال فيه، وهديك إكزامبل على معمل تاني. المعمل اللي أنا شغال فيه بنتكلم في 20 واحد، من ضمنهم تقريبا 12 بايوفيرماتيشن و8 ويت لاب. دي نقطة. المعمل اللي أنا بقى بعمل الماجستير بتاعي فيه معظم الناس بتلاقي مفيش غير 2 3 بايوفيرماتيشن، انا واحد منهم. ايه الفرق بقى؟ الفرق انه على حسب الكويشن اللي انت بتشتغل عليه وحسب التكنولوجيا اللي انت بتشتغل عليها. اللي هناك في المعمل اللي انا بدرس فيه الماجستير بتاعي بيقعدوا يعملوا تجارب ما هياش ستريت فورورد. يقول لك يعمل كنوك داون يعني واحد من الميتينجز مثلا، لاب ميتنج اللي انا حضرتهم اسبوعين اللي فاتوا دول، بنت بي اتش دي ستودنت عندنا في المعمل بقى لها اكتر من سنه استخدمت اكتر من 6 تكنيكس عشان تعمل كنوك داوت لجين في فور، ولا واحده فيهم نجحت. وبعدين بقى وبعدين وات ايفر بقى هم ففي حاجات في الويت لاب مش ستريت فورورد، مش بتتعمل دايركت. الان جي اس سهل انك تعمله، الان جي اس ستريت فورورد، عينه طلع منها الدي ان ايه حطه في الشيب خلصت. لكن في تايب اوف بيولوجي مش ستريت فورورد، مش البايوفيرماتيشن بيشتغل فيه ما بيشتغلوش فيه، يعني في نوعيه من البيولوجي تكنيكس مش بتاعتنا كبايوفيرماتيشن ما بنشتغلش فيها دايركت، تبقى ان دايركت، ولكن محتاجه بيولوجيست يقعدوا سبيند تايم في فران
تقعد 6 شهور تهتم بيها، تأكلها تشربها، عشان انت حاطط لها دراج قالوا لازم يستنى 6 شهور، وتقعد كل يوم تاخد بالك من تاخد ممكن تقعد كل شهر تاخد تايم بوينتس. فأنا بأبريشيت قوي الناس بتوع الويت ليب قوي فوق ما ان اي حد يتخيل، يمكن ما قلتش ده قبل كده في حياتي، بس شغلهم صعب. وعشان تجاوب بايولوجيكال كويستشن كويس، انا طبعا لحد دلوقتي ما قلتلكش وجهة نظري في البحث العلمي يعني. صادمة يعني. عشان تعمل شغل كويس البايوفماتكس لوحده مش انف. عايز تعمل بحث، اقول لك على حاجه، انا عامل فيديو لسه ما نزلش اسمه لماذا ينشرونا في نيتشر. روح بحث كده في نيتشر، روح بحث في نيتشر الامه، مش نيتشر كوميونيكيشن ولا نيتشر، روح بحث في نيتشر الام وشوف البحث عامل ازاي. هتلاقي البحث بيبدا عاده، يعني الحاجات اللي انا مهتم بيها، البحث بيبدا باكسبيرمنت كبيره سنجل سيل، وبيطلعوا ريزلت منها، او ان جي اس او ار ان اي سيكونسنج، وبيطلعوا ريزلت منها، وبعد كده يبداوا ينزلوا كانها برضو مثلث مقلوب الان جي اس، وبعد كده تبدا تنزل بتجارب في الويت لاب. عشان تنشر بحثك كويس لازم تعمل التجارب الصعبه بتاعه الويت لاب. ابدا بالبايوفماتكس والحاجات اللي هاي ثروبوت، ولكن لازم ترجع للبيزكس بتاعت الويت لاب، لازم ترجع للبي سي ار، لازم ترجع للجيليكتروفريسيس، لازم ترجع للكنوك داون وكنوك داون اكسبيرمنت، لازم ترجع للامينو هيستوكيمستري. انا ما اقدرش اشتغل من امينو هيستوكيمستري، اي دونت تراست ماي ريزلت لو مش فاليديت بامينو هيستوكيمستري. خد الكلمه دي، الكلمه دي صعبه شويه، لو حد سمعها هيزعل. لا هو اعتقد متعارف عليه عالميا يعني، ما ينفعش تشتغل شغل من غير kind of validation. It's not a bioinformatics validation، هو معظمه بيبقى حاجات wet lab low throughput احنا مشتغلش معاه. يعني immunohistochemistry ده عشان يلاقوا اصلا، يعني مش عايز اقعد اشرح التكنيكس، بس it's very important ان احنا يبقى معانا validation بعد شغل bioinformatics. شغل bioinformatics انا عمري ما اقتنعت البحث بيبدأ وينتهي bioinformatics، عمري ما اقتنعت البحث يبدأ وينتهي bioinformatics. لازم بعد ما تخلص شغل بايوفماتكس تعمل فاليديشن، فاليديشن ويت لاب بس، غالبا بتبقى لو ثروبوت تكنيكس بسامبلز معينه، اعمل لها فاليديشن ساعتها انا اي تراست يو. طيب طبعا ننتقل بقى للجزء الوظيفه، اشتغلت في المكان اللي انت فيه ازاي؟ اتس سو فاني. انا كنت كان البي اي بتاعي انا يعني عارفه ومتابعه، وكان منزل على وظيفة على تويتر، بس كانت ويت لاب، فأنا مش ويت لاب، وشايف الراجل ده بيريكروت ناس، فقلت له في حاجة available as a competition biology. قال لي على تويتر ولا بعت له على تويتر؟ يعني كل البوزيشن بتاعتك عرفتها على تويتر، ده مثلا معناه ان تويتر مفيد للساينتفك كوميونتي. طبعا طبعا بالنسبه لي اهم من لينكدين. لينكدين بقيت احس ان هو لليانج اكتر من البي ايز، بي ايز مش موجودين قوي على لينكدين، الشركات موجوده على لينكدين اكتر من تويتر، بس البي ايز موجودين على تويتر اكتر من لينكدين، اكتف اكتر. هو الكوميونتي بتاع الساينس هو تويتر، عشان نجيب من معظم الناس موجودة على تويتر وبينشروا أبحاثهم على تويتر يعني. وتويتر مهم مش بس إنك تلاقي جوب، هو مهم عشان تبقى updated بالمجال بتاعك، يعني تبقى عارف إيه اللي بيحصل في المجال بتاعك. الحاجات اللي بتتنشر هما بينشروها على تويتر، أول ما بينشروها في المجلات بيقوم نزلها على تويتر، النهاردة عملنا نشر البحث بتاع كذا 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 كذا، وده brief explain للبحث، amazing perfect. فبشوف تويتر من الحاجات المهمة جدا. بس بعت له ايميل، هو اوريدي كان عنده جوب بس ما كانش لسه نزلها، فقال لي ميتنج بكره. قلت له ميتنج بكره؟ يا سلام، ده انا مستنيك من بدري. ساعتها كان لسه في اجواء كورونا، يعني الموجه الثانيه او الثالثه حاجه زي كده، وعملنا ميتنج. هو كان تعبان تقريبا عنده كورونا، فكلمنا مع بعض، واخر ميتنج قال لي اي لايك يو اور اي لايك يو اور سمثينج لايك ذات، و وفهمت ان هو هيقبلني. بس الموضوع بقى الميتنج كان فيه ايه بقى؟
بروفيشنال ميتينج ولا مثلا هو البي اي بيرسونال بتاعي، ميتينج؟ البي اي بتاعي اكتر شخص فليكسبل شفته في حياتي. هو ما عندوش حته بروفيشنال فورمال، هو يعني حد فليكسبل جدا، فكان واخد الموضوع. انا كنت شايف الموضوع فريندلي، فما اقدرش اقول لك الميتينجز بيحصل فيها ايه. انا فاهم السؤال، مش اكزامبل. الميتنج بتاعي مع الراجل ده مش اكزامبل، والراجل ده الميتنجز بتاعته عموما هو مش اكزامبل على الميتنجز اللي هي بتبقى فورمال بقى. او it was so funny. it was انت عملت ايه؟ عملت برزنتيشن عن شغلي في الانترنشيب بتاعت المانيا، عملت برزنتيشن عن شغلي، كان مشروع تاني كنت شغال فيه. وبدأ يكلمني، كان مبسوط جدا، لسه انا صغير وعندي الاكسبيرينس دي. ولما رحت بعد كده قال لي طب اوكي فاين فاين، بس هنعمل ميتنج مع التيم كله، تعالى بريزنت شغلك على التيم كله. لان في مبدأ كويس في اوروبا ان ما فيش حد بيتعين غير لما التيم كله يبقى عارف مين اللي هيتعين ويتاخد راينا كلنا في اللي هيتعين. فانا رحت عملت ميتنج قدام التيم كله، بعد ما الميتنج بيخلص هو بيبدأ ياخد راي الناس فيا. عملت it was a very positive feedback. في وسط الميتنج الناس قالت لي احنا في السنة ده ما كناش نعرف ده، الناس اللي هي هنا في الميتنج اللي انا بتكلم عني وعن شغلي قالوا لي في السنة ده احنا ما كناش، احنا يعني at least بعد الماجستير بيبقى عندنا الاكسبيرينس دي. وده فعلا لان هم كان معظمهم بي اتش دي ستودنت، ف ستودنتس، فبالتالي كان ده الفيدباك منهم في ساعتها. وفهمت برضو هو لازم ياخد الفيدباك بتاعهم عشان للجزء التكنيكال، لانه انت في الميتنج هو البي ام ما بيسالكش تكنيكال، بياخد الفكره العامه. وبعد كده لما تخش ميتنج مع الناس اللي هي الشغاله اللي ايديها في الشغل بيبدا يسالك تكنيكال ويشوف الريسبونس بتاعك وعملت الحاجات دي ازاي. فاتقبلت وبس. الموضوع خد طبعا وقت كبير عقبال ما سافرت، لانه طبعا السفاره والحاجات دي، بس وات ايفر اتس دان. يعني انت شايف ان مثلا مجال زي البايوانفورماتكس، الشخص من بريطانيا اللي قلت لك اتكلمت معاه قال لي الديجريز دازنت ماتر، يعني دونت ماتر، ماجستير او دكتوراه. شايف مجال اوكي زي اوكي الميتنج ده، هل الماجستير والدكتوراه او الدراسات العليا يعني هتفرق فيه كتير؟ مهمة، لأن هي الدكتوراه والماجستير فيها جزء ممكن يكون خافي على الناس شوية، هو responsibility. بمعنى إنه لو أنت شغال، يعني معظم البروجكت اللي أنا شغال فيها دلوقتي بيبقى فيها طرف آخر اللي هو الشخص بتاع الويت لاب. غالبا اكتر شخص ريسبونسبل للبحث هو الشخص بتاع الويت لاب، لان ده الماجستير بتاعه والدكتوراه بتاعته مثلا. ف بيبقى كويس قوي ان انت لما بتعمل الماجستير بتاعك يبقى your own idea. انت لو شغال فغالبا الابحاث مش تبقى your own idea، بتبقى ال ideas بتاعت ال PI او ال ideas بتاعت ال collaborators. ففي جزء مهم هو انت مش هتتعلمه غير لما تحط فيه، هو ان it's your project, it's your responsibility، اختبار ال ideas. يعني انا عندي الماجستير بتاعي، انا عندي الماسترز بتاعتي، فكرتي، انت تختبر الايديا اصلا هي قابله تنفيذ ولا لا. ده شيء مش هتتعلمه بسهوله. انت دايما كنت رامي الحمل ده على الناس التانية، على البي ايز او على البروجكت اللي انت شغال فيها از كولابريتور او بس في الماجستير وفي الدكتوراه اتس يور ديسيجنز يور ايدياز. كل حاجه نجاحها من عدمه اتس يورز. وده كتير قوي في امريكا اكتر من اوروبا كمان. يعني في امريكا بيسيبوك تبحر تبحر، بمعنى اللي هو فاهم بقى انت مش فاهم، هو it's your decision. فاهم؟ فالنقطة دي أنا بشوف شايف انها مهمة. أهمية الماجستير في responsibility أكثر من الـ skills. الماجستير انا عشان الموضوع الـ skills ده انا تخطيته من شوية. يعني موضوع الـ skills ده already انا بما اني شغال في معمل وعندي ابحاث شغال عليها، فموضوع الـ technical skills بالنسبة لي أنا لأ. بس بالنسبة لأي طالب ماجستير طبعا لأنه حاجة الناس مش عارفاها، ماجستير في أوروبا مش حاجة مهمة قوي على فكرة. الناس هنا مش مهتمة قوي بالماجستير، يعني طالب الماجستير هنا ما هوش حد مهم في المعمل، عادي احنا بنجيب نقعده جنبنا يعني. فاهم؟ والله بجد الناس مكبرة موضوع الماجستير ده في مصر، الناس تاخده في 5 سنين وبتاع.
بس ماجستير هنا الطالب بيجي يقعد 6 شهور في المعمل بيتعلم، طلع بحث طلع، بس هو مش مطالب. يعني مفيش حاجة في الماجستير بتاعك بتقول لك انت لازم تنشر بحث، الريكويرمنت ده مش موجود على الأقل في الإطار اللي أنا فيه. بلس الطلبة اللي جت تشتغل في ماجستير عندنا في المعمل، which is كانوا أقرب ناس ليا لأن هم أقرب ناس لسني، ما كانش بنتعامل معاهم إن هم جايين يعملوا أبحاثهم، إحنا جايين نintroduce اللي إحنا بنعمله في معمل ليهم عشان يماستر السكيلز بتاعة الشغل ده. That's it. أكتر من كده إحنا مش مطالبين منهم أي حاجة. لما أنا رحت المعمل برضو التاني اللي أنا برضو بشوف إن التريتمنت معايا بيتعامل معايا كأني عيل صغير، يعني طالب ماجستير، ما هو خلي بالك هي ماشية إزاي. طالب ماجستير فوقيك البي اتش دي ستودنت اللي مدفوع ملايين في الأبحاث بتاعته، والبيست دوك فوقيك اللي هو بقاله 20 سنه بيشتغل ولا 10 سنين شغال ما بين بقى ماجستير ودكتوراه ومعرفش باتشلر وبعد كده البي اي. ففي في الاطار العام الماجستير، طالب الماجستير هو اقل واحد في المنظومه، مش اقل، مش بيقلل، ولكن هي مرتبه. فانت مش مطالب منك ايه؟ ده طالب البي اتش دي لو طلع بحث او بحثين يبقى ممتاز في 5 سنين وفي 4 سنين، فانت تيجي في 6 شهور يعني انت ساحر؟ فهما بيتعاملوا مع طالب الماجستير هو يماستر تكنيك يتحط في اطار الساينس. وانا شايف ان في طلبه عندنا في مصر عندهم الحته دي من قبل ما ياخدوا ماجستير كتير. طيب جزء بقى بيرسونال شويه، ايه هي السلبيات اللي انت قابلتها حتى الان من ساعه اول دقيقه سافرت فيها؟ مش الايجابيات، الايجابيات السلبيات السلبيات في حياتي عموما ولا في اول دقيقه سافرت اسبانيا، من اول ما سافرت بره مصر يعني. الاكل وحش قوي يا جماعه، احنا هو الاكل يعني حاولوا تاكلوا في مصر على قد ما تقدروا عشان توفوا. بس السلبيات، السلبيات اول حاجه تفكر فيها الاكل. انا اول ما رحت قعدت مثلا شهر ما باكلش كويس، يعني عندي مشكله في الاكل. تاني حاجه حاجات الصعبه التشالنجز، يعني انك تبقى لوحدك، فمش تبقى لوحدك معناها تبقى وحيد وهتنزعل ونعيط، لا هتبقى لوحدك فهتبقى برضو responsible لحاجات كتير قوي انت ما كنتش responsible فيها وانت مع ماما او مع بابا في البيت او مع اخواتك. حتى لو كنت بتعمل حاجات فهي responsibility اصبحت فقط انت بس، فدي is not easy، لازم to prepare yourself. دي من ضمن الحاجات اللي كانت بالنسبة لي سلبية جدا، يعني it's not easy انك تتأقلم، ده بتاخد وقت معاك ولازم تبقى فاهم ده. انا مؤمن، وده فيديو هنزله قريب على قناه اليوتيوب، مؤمن ان الكوره it's a great example for science. شوف لعيبه الكوره المحترفه اللي تشالنج اللي واجهته في حياتك، غالبا هي دي التشالنج اللي هتواجهها في حياتك. اديك examples كتيره جدا. اوروبا سهل قوي، سهل قوي ان انت تسافر، بس صعب انك تكمل. ليه في ناس ما بتعرفش تكمل في اوروبا، سواء لعيبه كوره او سواء حتى ناس بتوع ساينس؟ ناس بتسافر وعلى فكره بترجع، في ناس ما بتعرفش تنجح، في ناس بتخلص الديجري بتاعتها على الحروق وغصب عنهم ما بيبقوش قادرين. فكره التاقلم لازم تكون انت شخص منفتح عشان تتعايش هنا، لانك هتشوف حاجات وهتقابل حاجات لو هنقعد نتكلم عليها كل شويه مش هنخلص، ولو قعدنا نركز معاها كل شويه مش هنخلص. انا هديك اكزامبل، في لعيبه كره مصريين كتير جدا سافروا اوروبا ما نجحوش. عندك مع شيكابالا، محمد ابراهيم، لعيبه كتير قوي، عندك لعيبه نجحت. الفرق ما بين لعيبه التاني التاقلم. اخر مثال، انت ليك في الكوره بس ابقى تبقى معايا على الخط، يعني حتى لو يعني انا متوقع ان الناس هيبقى في ناس ليها علاقه بالكوره. ابسط مثال عشان حتى لو البنات بتسمعنا وما لهمش في الكوره، امام عاشور اللي كان في الزمالك وسافر راح مش عارف بلجيكا ولا راح فين، ليه رجع؟ ما عادش يتاقلم، ما رجعش عشان الاهلي، رجع عشان هو ما قدرش يتاقلم مع الحياه هناك. ايه بقى الحاجات ايه الحاجات اللي يعني اللي انت يعني لو هنرجع لسؤال السلبيات، ايه السلبيات اللي ما تخليكش تعرف تتاقلم مثلا؟ ان انت ما تبقاش منفتح على كل حاجه. حط الدين، حط خيوط حمراء للدين ما تقربش ناحيتها، خلاص مش هتشرب خمره، مش تاكل بورك، مش تاكل خنزير، خلاص حاول تجرب كل حاجة حواليك، حاول تنزل مع زمايلك هما مختلفين عننا،
احنا صعب قوي ان احنا نبقى زي الاوروبيين او هم يبقوا زينا. هو فعلا فعلا في اختلاف، ما اعرفش جاي منين، بس هو في اختلاف كبير. ففكره ان انت تخش وسط الناس دي عشان تعيش الحياه، لان هي في الاول وفي الاخر انت بقيت عايش في اوروبا، فانت بقيت لازم تعيش حياه اوروبا. حاول ما ترفضش وتتقوقعش على نفسك، ما تقولش دول مش شبهي، مش انزل، في واحد او اتنين فيهم شبهك غالبا، انزل. اوروبيين بيحبوا يخرجوا، بيحبوا ينزلوا في الويك اندز، انزل معاهم، جرب. تجنب الاماكن اللي هي انت شايف انها ممكن يبقى فيها حاجات حرام، ومع اني متحفظ ان يعني شايف ان اوروبا كلها فيها حاجات حرام. انت لو شوري، لو دخلت ماكدونالدز هتلاقي بيره، لو دخلت ستاربكس هتلاقي بيره، بعيدا عن المقاطعه، احنا يعني المقاطعه دي بقى لها شهرين، بس من قبل كده لو انت دخلت ماكدونالدز او ستاربكس هتلاقي بيره. لو دخلت حاجات بتاعت الاطفال هتلاقي جنب لعب الاطفال بيره. فدخلت سوبر ماركت هتلاقي بيره، دخلت اي مكان هتلاقي بورك، قعدت في الكافيه هتلاقي بيره وهتلاقي بورك. يعني هو في حاجه اسمها هنا خامون بتتاكل كسناكس، فالبورك بيتاكل فانت يعني لو هتفكر كده مش هتعيش. فانت روح الاماكن اللي هي ما فيهاش، يعني مع زمايلك جرب، حاول تتعايش معاهم، تتاقلم، تعود تاكل اكلهم. مش هنفضل عايشين على الفول والطعميه طول حياتنا. انا فطاري اهو كيس بسكويت، باكل واحده او اتنين في اليوم فطاري، ده فطار لا يسمن ولا يغني من جوع، ولكن هو ده المتاح هنا. يا تاكل كراسو يا تاكل، فخلاص لازم تتاقلم، لازم تحط نفسك اوبشنز. مفيش عيش بلدي، في عيش فينو كله، اتس نايس، وات شود وي دو؟ طالما مفيش اوبشنز ما تقعدش تقول ده لو كانت بالعيش البلدي كانت احسن، ده لو امي كانت عاملاها لي كانت احسن، ده لو كنت كلتها في مصر كانت احسن، ده لو ده لو ده لو ده لو ده لو. انسى كل الحاجات دي واللي قدامك اتعامل معاه، ذاتس ات. يعني النصيحه النهائيه، اتعامل مع الموجود قدامك، المتاح اتعامل بيه، ما تقعدش، ما انسى بقى انك ما جاي في مصر بس. طيب شايف عندك ويكنس بوينتس مثلا محتاج تطورها الفترة كتير؟ الجاية؟ لا يا عم ده كتير، نقعد ساعتين كمان نتكلم فيهم دول. عندي طبعا كتير زي جدا، مثلا هتكلم حاجات ممكن الناس ما تفهمهاش قوي. انا تكنيكال يعني بشوف ان انا كويس، وكل الناس شايف ان انا كويس في الحاجات دي، ما حدش عنده كومنتس على التكنيكال بارت عندي، لكن بيولوجيكال بارت محتاج اطوره كويس، مع ان انا شاطر جدا في البيولوجي، ولكن الشطاره في البيولوجي ما لهاش علاقه بالشطاره في البحث العلمي في البيولوجي، which is different. ازاي تفسر النتائج دي مش سهله على كل الباحثين في العالم، واعتقد دي جزء محتاج اطوره. ما اعرفش اللغه بتاعتي، ساعات بحس انه it's fine، بس اعتقد ممكن تتطور. لو انا رحت UK او امريكا اعتقد اللغه دي مش هتمشي خالص. يمكن احنا في اوروبا هنا عشان اللكنه بتاعت كل بلد اوروبيه مختلفه، وكلهم بيخبطوا، يعني الطليان، الاسبان، الالمان، كل واحد فيهم عنده اصلا اللكنه بتاعته بايظه في حروف معينه. فانا شايف انه هنا في اوروبا الموضوع مش صعب، بالعكس يعني اللغه بتاعتي كويسه ما بينهم هنا. ولكن لو رحت مكان تاني ممكن ابقى محتاج احسن اللغه كويس. عندي مشاكل ان انا ساعات بجنب على الـ conclusions، ده تفكير ساينتيك، دي حاجة عميقة شوية، ان لما يطلع لك نتائج بس انا الموضوع ده طورت نفسي فيه جامد، ان انت تبقى متحمس للـ conclusions، يعني تشوف حاجة فتقول ده معناها انها كذا، بس عشان تقول معناها كذا دي محتاجة 10 سنين من البحث العلمي، يعني محتاجين نعمل بحث، يعني محتاجين الحتة بتاعت الـ validation اللي انا قلتك عليها. يعني مش معنى انك طلعت حاجه في البايوفماتكس معناها بيقول حاجه معينه ده معناه ان هي فعلا حقيقيه كده، لا، هي ممكن تكون مش كده، محتاج تمشي على مراحل بحثيه معينه عشان توصل للكونكلوجن ده. وحاجه بقى فاني، النقطه ضعفي ان انا طيب، عشان الناس، الانسان يبقى تعمل ايه بقى علشان تعالي كده وتبقى تبقى شرير يعني؟ لا لا طبعا بهزر، اصل دايما لما حد يسالوني ايه نقطة ضعفك يقولوا انت طيب، هو اصلا صعبان يعني تس لا بهزر يا، بس الحاجات دي انا شايف انها it just time، محتاجه مني وقت. طيب
تفكر في حاجة بعد الماجستير، يعني ناوي تكمل دراسة عليا دكتوراه وكده؟ اه طبعا عندي ميتنج الاسبوع اللي جاي مع ماي بوتنشال بي اي. انا للبي اتش دي. اه طبعا انا ببريبير من قبلها بكتير، انا دي شخصيتي، ما بستناش لما اخلص حاجه او تبقى قريب انها تخلص. انا بفكر دايما بعد 5 سنين، وما تسالنيش السؤال ده عشان مش هجاوب عليه طبعا، مش هقول خططي بعد 5 سنين هتبقى فين. بس انا يعني بحط بلان لبعد 5 سنين و10 سنين هكون فين دايما. ده دي شخصيتي، يعني انا بحب بلان دايما. بس مش هقول لك طبعا هبقى بعد 5 سنين فين. يعني لو عايز تقول لحد زي نصيحة كده ناخدها في شورت دقيقة كده خلال الفترة الجاية، ملخصة للميتنج ده ككل، لأن أعتقد ممكن في أسئلة ممكن ما تسألتهاش قبل كده، ف دماغك لفت على حاجات من أيام الجامعة دلوقتي، ف في دقيقة كده ممكن إيه النصيحة كده اللي إحنا ناخدها نوضحها للناس as a short حتى. I think إن لو متعرفش تعوم انزل البحر وجرب، بس يعني انزل البحر وجرب، مش هتغرق، مش هتغرق، هنلحقك، حتى هتطفو، البحر يرفعك. ولو ما هل رفعكش ممكن يكون في حد ناجح في مصر؟ لا ده انت كده طبعا طبعا، ولكن مستوى النجاح وتوقيته بيختلف، لأنه في أوروبا الناس بتسعى. يعني هنتكلم على مالين يا جماعة بتتصرف على البحث العلمي، مش هقدر أقارن ما بين الناس اللي في مصر بياخدوا ملاليم بنفس النجاح اللي الناس اللي مصر بتصرف عليها ملايين. أنا أقل بروجكت شغال عليه الفند بتاعه 200,000 يورو، أقل بروجكت عايزك تماجن، أقل بروجكت. أكبر من أكبر بروجكت أنا شغال عليها، وده البروجكت الأساسي بتاعي، إحنا بنجيب الفار بس بـ1000 يورو، بنوع نوع معين من الفران، موديل معين من الفران، تمن الفار الواحد 1000 يورو. واحدة من العينات عشان ناخدها قتلنا أكتر من 9 فران، ودي تايم بوينت في وسط، يعني حتة قد كده من البحث، حتة قد كده من البحث. بلس عملنا سيكونسنج كان 2000 يورو، فبتتكلم ان عينة واحدة بس من ضمن حاجات كتير قوي 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 11,000 يورو مثلا، أديك اكزامبل. فالأرقام اللي بتتصرف هنا it's totally different. في مصر ما عندهمش الرفاهية دي لأن الفلوس قليلة، فبالتالي ممكن ناس تنجح، ولكن هيبقى ممكن يبقى شوية أبطأ، لأنه الموضوع بيبقى الفلوس مهمة في البحث العلمي. طيب هل تفكر في يوم من الأيام تتجه ناحية البيزنس؟ ولا هيكون كله ريسيرش؟ I don't think so. أنا مش I don't think so. أنا بحب الأكاديمية عموما، ممكن أتجه ناحية الاندستري، ولكن دي محتاجة أخطط لها لما أبقى في البي اتش دي وأشوف إيه اللي أنا هعمل في البي اتش دي. يعني أمور لسه أنا عارف أنا عايز أعمل إيه في البي اتش دي، بس ممكن ده يبقى during يعني حاجة تشدني، لكن في الوقت الحالي مش في البلان. أنا ممتن للأكاديمية جدا. يعني طب وهل الأكاديمي دي sufficiently affording you والله regardless ده details يعني؟ لأن ده موضوع مشكلة في مصر أنت عارف. حاسس انه انا ما عنديش بلان قريبا ان انا ارجع مصر، وفي اوروبا الموضوع مش يعني سهل برضو. أنا أقصد الوضع الحالي بالماسترز بالبوزيشن الحاجات دي sufficiently أو sufficient إن هي تأفورد يو في يور لايف لا لا، بشكل مفيش حاجة أصلا في كويس. الحياة، عشان أكون صريح معاك، يعني مفيش حاجة في الحياة ولا في أوروبا ولا في مصر. الأكاديمية مش أحسن حاجة، أنا فاهم ده، ولكن في ناس كتير قوي سيرفايفد، يعني عاشت وماتت في الأكاديمية بشكل بوزيشنز كويسة، بأماكن كويسة، بفلوس كويسة، يعني قدروا إن هما يوفوا احتياجاتهم في الحياة، which is not easy. بس بتحصل، فاهم؟ طيب نصيحة بقى لمحمد في آخر اللقاء. محمد مين انت؟ اكيد لا طبعا ما لا عنديش نصايح ليك. اكيد عادي مش يعني يعني.
في الوقت الراهن مثلا، شايف تحب تقول ايه؟ ليك انت جو هيد في البودكاست، اوعى توقف حتى لو محدش اتفرج على البودكاست خالص، يعني جو هيد اوعى توقف ده خالص، يعني لو دي الحاجة اللي انت مبسوط انت بتعملها بجد اوعى توقفها، يعني كمل 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 من هنا للصبح، وحوله الانجليزي بعد كده لو عايز، وعندك بلانز كتير قوي تعملها بصراحة. بودكاست ده انا مبسوط جدا ان انت بتعمله، والمحتوى بتاع السيستميك ريفيو ده برضو رائع، يعني جو اهيد في محتوى القناة بتاع اليوتيوب. معلش هو الموضوع مرهق ومتعب وغير مجدي في بعض الأحيان. أصلا أنا في البداية اشتغلت على فكرة الكواليتي زي ما أنت فكرت في الأول خالص، يعني هتلاقي إن في وعامة في مواضيع أنا بتكلم فيها مش موجودة على اليوتيوب، بحيث الجزء بتاع السيستماتيك ريفيوز ده، وده عن بحث. يعني أنا ساعات بدور على فكرة مثلا على أساس إن أنا أتأكد مثلا هل المعلومات بتاعتي دي أنا بخرف ولا المعلومات دي صحيحة فعلا. فبدور على مثلا محتوى عربي بيتكلم عن الموضوع ده ما بلاقيش. واغلب المحتوى العربي في جزئيات معينه في اللي انا بفهم فيه مثلا بيتكلم عن القشور اللي بره، اللي هي برضه موجوده في كل حته، يعني اكتر من حد اتكلم عن القشور اللي بره دي. والفيديوهات حتى اللي بتتكلم عن القشور دي الكواليتي بتاعها سيء عندي جدا مشكلة في يعني. الكواليتي عموما، أنا مشكلة في الكواليتي عموما يعني. فأنا بحاول أدمج الاثنين مع بعض، ما بين إن أنا أظهر بنفسي، وده فكرة ظهوري دي في حد ذاته يعني تفاصيل consuming كتيرة. time consuming و effort. حاولت أقنع بس الناس يعني بالحاجات دي كتير يعني، بس it's not easy. الناس فاكرة إنه صناعة المحتوى سهلة، بس هي في حاجات في الباك الناس جراوند كتير عايزة أوي بصراحة، الجزء الجاهز على طول، يعني الناس عايزة وحقهم علينا، لأنه طالما احنا بنعمل ده عشانهم فحقهم علينا إن احنا نديهم أحسن حاجة بأحسن جودة. طالما احنا قررت إنك تعمل ده فتعمله كويس، يا إما في ناس غيرك كتير. الفكرة إنه اليوتيوب ما هواش محتوى تعليمي، اليوتيوب مكان ممكن تلاقي جنبك فيديو حد بيعمل أغنية، وفيديو حد بيعمل حاجة فاني، وفيديو حد بيعمل فلوج، وممكن تلاقي بعدها السويسي، وبعدها تلاقي فيعني الفكرة انه انت لازم تشد الشخص بشكل ما انه يتفرج عليك لحد الاخر عشان يستفيد من المحتوى، وفي نفس الوقت ما يبقاش وقتك ضاع هدر، فبالتالي لازم تظبط الكواليتي، ده موضوع اساسي. أنا سعيد جدا باللقاء بتاع النهاردة، ويعني أتمنى إن هو يكون مفيد برضه للناس. تعليقي على لقاء النهاردة، يعني أنا بصراحة شايف هي فكرة منتاليتي، يعني أنت من أول دقيقة اتكلمت فيها أنت حاول كده اقتبس التفكير ذات نفسه، فهي اللي عندك هي فكرة منتاليتي. إن هو في بعض الناس مثلا، أنا سألتك على الجزء بتاع كلية زراعة، ففي بعض الناس بيبقى عندها المنتاليتي بتاعت إن هو عايز يشتغل في الجيناتكس والجينومكس والجزء ده، بس هو برضه في جزء من المنتاليتي بتاعته متأثر بالكوميونتي اللي حواليه، إن هو في كلية زراعة مثلا أقل من كلية طب، أو إن هو بتاع بيولوجي مالوش في الداتا ساينس أو الحاجات دي كلها. ففي جزء كبير جدا من الناس بتكون متأثر بالكوميونتي اللي حواليه. فأنا شايف إن الجزء ده ميسنج بالنسبة لك، أنت I don't care. تقول لهم كل مع السلامة، I don't I care. don't care. انتوا في السلامة واحنا مع السلامة. وبحب اسمع الاراء مش السلبية الهادمة، حد بينتقدني عادي. على فكرة في ناس بتشتمني على اليوتيوب، فاقول له لا ده عادي عادي يعني. وارد، يقعد يقول لي انت بتتكلم كتير قوي، انت يا عم بقالك نص. قلت له ايه المشكلة؟ طب قال لي أنا هقول لك عادي حاجة، عادي كنت عادي، مقصود بس خد فيديو على بالك بتعامل معاهم الكلام. ازاي. It's fine. لو انت شايف انا ما عنديش مشكلة، انا شايف الفيديو مش كويس، شايف الفيديو طويل، why not؟ هحاول المرة الجاية اخليه يتناسب مع الاشخاص اللي ما بتحبش الفيديوهات الطويلة عادي. يعني عارف انا ما بتأثرش نفسيا، انا يعني الموضوع بسيط، انت مش عاجبك مفيش مشكلة، انت اللي مش عاجبك ده يا باشا اهو بلاش منه، موضوع بسيط. انا كنت ممكن اشتغل في الكول سنتر، ممكن هندل الناس يعني عادي. وحاجة تانية برضو، هو ممكن نقولها كسؤال نختم بيه، ده سؤال سألته حد في البودكاست قبل كده، أنت شايف الـ working smart أحسن ولا الـ working hard؟
حاول تعمل الاثنين يعني. اصل انا مش شايف البروجرامينج، فالبروجرامينج هي وركينج سمارت اصلا يعني. ايه فكره البروجرامينج؟ انت بتخلي البروجرامينج تعمل لك حاجات انت ممكن تعملها على فكره بايدك يعني، حاجات كتير يعني. بس سبيشالي في الداتا هل اناليسيس أكثر يعني. working smart ولا working hard؟ لا كومباينيشن، بس انا كفه الوركينج هارد عندي عاليه على فكره. في الويك اند النهارده انت لو انا في المكتب بتاعي، انا لو أنا وريتك شلت الكاميرا كده مفيش حد. اوكي انا هنا في المكتب عندي شغل، بنزل في الويك اند عشان انا بحب اشتغل وعندي بروجكت حابب ان انا اشتغل عليها واعمل بروجريس فيها اكتر من الاوقات المتعارف عليها. فانا بحب اشتغل كتير، بس اكيد مش هتجاهل الوركينج هارد يعني الوركينج سمارت. ما ينفعش اصلا، لازم تعمل كومباينيشن وانت على حسب امكانياتك. ميسي ورونالدو، رونالدو مش نفس رونالدو وركينج هارد. رونالدو اشتغل على نفسه واشتغل على المينتاليتي. انا مش انا قلت لك الكوره انا جريت اكزامبل فور ساينس. لو انت عايز تتعلم فعلا نجاح روح اتعلم من الكوره، لانه اتس ان سيمبل ويل نون وفي نفس الوقت ريبريزنتيف. ميسي راجل مش محتاج يتدرب كتير، محتاج بس انه ينزل يلعب كوره بيعمل تحف. رونالدو محتاج يتدرب كتير جدا، نفس الكلام. اكزامبلز كتيره جدا، ممكن اي حاجه في الحياه ممكن تخليها تمشي تديك اكزامبل في الكوره. فلو انت بتحب الكوره وما بتحبهاش، اقرا عن اللعيبه دي والناس اللي نجحت، شوفوا نجحوا ازاي. رونالدو كان بيحرم على نفسه البيبسي. It's a very simple example. يعني بيبسي بالشباش عشان بيقول لك سكر هتخش جسمي. مينتاليتي مينتاليتي. فالوركينج هارد مهم. وان انت انا مش بشوف نفسي موهوب في الساينس يعني، مش بشوف نفسي شاطر من وانا صغير على فكره. انا مؤمن ان لو اشتغلت كويس انت مش شايف نفسك موهوب، بس يعني كتعليق يعني تكمله للتعليق، انت وركينج هارد فيري هارد. يعني بحس ان هو لا بجد يعني احنا لا ننكر ده، وده حاجه دي حاجه كويسه يعني. اقصد ان في بعض الناس ممكن يكونش فاهم الموضوع ده يا جماعه. هي فكره انت قلت مثلا انك تنزل تجرب حاجات كتير، تجرب حتى ايفنتس تريننجز ورك شوبس وات ايفر التفاصيل دي كلها، بس هو الحاجات دي كلها working hard. ف الثيم يعني انا سالت السؤال ده لاكثر من حد وكان الجواب بتاعهم ان هو لازم تكومباين الاثنين مع بعض، ما بين الوركينج سمارت وما بين الوركينج هارد. بس بحس ان الثيم الغالب برضو ان لازم في باك اوف يور مايند كده الوركينج سمارت، بس هو الاساس الوركينج هارد، هو الفعل يعني انك يعني هو الاكشن انك تورك هارد وسمارت. ده اثناء وانت بتورك هارد تبقى سمارت بقى ان شاء الله يعني. بس حتى بالنسبه لي برضو في الريسيرش والكلام ده يعني كنت بحس ان هي لا وركينج سمارت اكتر. بحب زي ما انت قلت كتابه النتائج في الريسيرش مش سهله طبعا. فبالنسبه لي انا بقى بحس ان هي الحته دي فيها هي فيها سمارت ماشي، بس لو انت ما قراتش كتير وما كتبتش كتير ما انا 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 وركينج هارد بالنسبه لي مش اختيار. انا افيليتد لمعملين في نفس الوقت فول تايم، افيليتد لمعملين في نفس الوقت فول تايم بلس عندي كورسات في الجامعه. فانا عايزك تتخيل لو انا مش وركينج فيري 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 هارد، انا فين؟ انا في مصر دلوقتي. انا مش هقدر اتحمل الضوء. ليه؟ ايوه طبعا لو مش هقدر تتحمل، وده الكارير باس بتاعي اللي حطني فيه، انا لازم اشتغل عشان اوفر فلوس، لازم ادرس عشان الكارير بتاعي. وانفورشنتلي الجامعه بتاعتي ما مش افليتد للانستيتيوت بتاعي اللي انا شغال فيه، فلازم اخد الماجستير بتاعي في مركز بحثي تاني في معمل تاني، وبالتالي انا لازم ابقى افليتد لمعملين في نفس الوقت بلس الجامعه. فعشان ما اصل ممكن اقول لك انا مضغوط وانا مش قادر، وهي برضو النقطه دي مهمه. انا طبعا مضغوط ومش قادر، عندي طبعا حاجات كتير قوي محتاج اعملها. وافليتد لمعملين بيشتغلوا في تو توبكس مختلفين تماما، تو ديفرنت توبكس، مش ديفرنت قوي بس بيولوجيكلي هما ديفرنت. ومحتاج اشتغل في المعملين دول هارد عشان
الاولاني بيديني فلوس وعندي ابحاث مهمه جدا في المعمل اللي انا شغال فيه دلوقتي ده. عندي بحث من اهم الابحاث اللي انا اشتغلتها في حياتي، شايف ان هو يعني من الريزلت بتاعته رائعه، ويل دان بجد، حبيتها جدا وانا انترست جدا ان انا اخلص البحث ده. وعندي البحث الابحاث التانيه اللي هي موجوده عندي في الماجستير ثيسيس او الماستر ثيسيس، وبالتالي ما عندكش اوبشنز. بلس عندي حاجات في الجامعه، كورسات في الجامعه، عندي برزنتيشن يوم الثلاث في الجامعه، بكره عندي شغل في المعمل هنا، بعده عندي ميتنج مع الدكتوره بتاعتي في الماستر ثيسيس. لو المينتاليتي مش موجوده، اصل هو مش كلام، ها، لو المينتاليتي لا ما فعليا اكيد يعني ما كده مقتنع بان انت لازم تشتغل كويس، صدقني الانسان لما بيتعرض لضغوط احيانا بيستسلم، احيانا بيستسلم. فممكن ما الانسان انا لما بقول يتعرض لك انا لنوع استخلصت ده من الكلام بتاعك، يعني بغض النظر عن قراراتي، واعتقد الناس برضو اللي هتتفرج على البودكاست هتحس بالموضوع ده. يعني الوركينج هارد جزء مهم جدا من نجاح أي ستيب في حياة أي بني آدم. ده حقيقي، ده حقيقي. إحنا تقريبا اقتربنا على الساعتين، وسعيد جدا بالميتينج معاك المضبوط. وأنا وإن كمان شاء الله سعيد جدا والله. زي ما إحنا متوقعين إفادة للجميع regardless of views، ولكن إن شاء الله يكون استفادة حتى لو شخص واحد يستفيد من الموضوع ده. I don't وإن شاء care، الله ها؟ خليك فاكر الكلمة دي. yes I don't care about the number. لان انا إن شاء بشوف الله. تاثير، انا بشوف تاثير فيديوهاتي على اليوتيوب اللي ما بيشوفهاش ناس كتير، بشوفها على ارض الواقع. انا بلاقي مثلا دكتور، والله ربنا يبارك لهم، دكتور بيشرح حاجه في انستيتيوت مثلا، مركز القومي للبحوث ولا مركز بحوث زراعيه، وفي وسط البحث، في وسط اللي هو بيشرحه مثلا، عاملين ورك شوب يومين، يقول لهم خشوا اتفرجوا على فيديو بتاع محمد عبد الفتاح. هو واحد بس، بشوف هو بعت لكام واحد، مش أكيد فكره طبعا. كام واحد هيشوفه، بس كام واحد ممكن يتاثروا بده. فهي الفكرة في اللي احنا بنعمله مش النمبرز ولكن الامباكت، المهم انه يوصل للناس الصح، والناس الصح هتوصله وهتوصله وهيفضل ليه التاريخ، العمر، صدقة إن جارية شاء يعني، الله إن شاء وربنا الله. بيكرم يعني بجد حقيقي. يعني انا مش والله بعمل يوتيوب، مش بعمل يوتيوب بس عشان انا بحبه وعشان استفيد، بس الواحد ربنا بيكرمه بسبب دعوات الناس. انا عندي كمية كومنتات على اليوتيوب، دعوات رهيبة، مع ان العدد قليل، بس هو بيأثر. طالما بيأثر في اعداد قليلة، خلاص I don't care about the views. احنا سعيدين خمس بلقاء. وان شاء الله نشوفك قريبا، يعني ان بإذن شاء الله الله أشوفكم على خير إن شاء الله في مصر بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم.